أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم ومساء الخير إلى جميعكم. هذه أمسية أخرى نأتي إليها إليكم فيها بموضوع جديد. امبارح زي ما أنت عرفتم جلستنا كانت بتدور حول موضوع معين في الإسلام، وكان موضوعنا المرأة في الإسلام. اليوم سنلقي أضواء على حياة رسول الإسلام، الرسول محمد نبي الإسلام. سنلقي بعض الضوء على نشأته، على فتوحاته، على رسالته، على الديانة الإسلامية. وبعدها ماذا سيحدث اليوم؟ هل لازالت هذه الفتوحات في عالمنا الحاضر؟ هل لازال الإسلام يوعز بنفس الطرق التي أوعز بها من البداية ليحتل دول، شعوب، بقعة أرض، قارة معينة لكيما يأخذها إلى الإسلام؟ احنا بنسمع أخبار كتير عن في الغرب عن الإسلام بيمتد، وفي ناس كتير بتنتقل من ديانات أخرى إلى الإسلام، وفي أوروبا نفس الشيء. لكن كل هذه إحصائيات لا نستطيع أن نضع عليها اليد ونقول هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ، كلها إحصائيات، والإحصائية قابلة للمد والقابلة للجزر. فموضوعنا اليوم سيلقي الضوء على حياة رسول الإسلام والأحداث الهامة التي حدثت في حياته لينتشر دين الإسلام في أنحاء العالم بعد ذلك. وكالبارحة معنا الأخ أسامة. مساء الخير. أهلا مساء الخير أخ محب. مساء الخير. أهلا بحضرتك. كيفكم النهاردة؟ نشكر ربنا. Very good. طيب ابتدي بك النهارده، ادينا يا دوب نبذه عن اللي هنتكلم فيه النهارده، وتكلمنا يمكن ادخل في النقطه الاولى في موضوعنا النهارده. انا عندي بعض النقاط: نشأت الرسول نفسه، الوحي، وبعدين في غزوات، وتطورت الغزوات اصبحت فتوحات لدول اخرى وتطور الاسلام، وهل هناك من آيات تحث على المحبه والاحسان والرحمه والرفقه والاخوه والبركات؟ الآيات التي تدعو للقتال في الإسلام هل هي أكثر من الآيات التي تدعو للسلم والمحبة؟ لماذا ذكرت قصص التوراة في القرآن عندما كان النبي في غار حراء وبدأت الآيات تنزل عليه، سواء كانت السور المكية أو السور المدنية؟ من أين أتت هذه السور، سور التي تحكي عن حياة موسى ونوح، وكلهم جعلوهم أنبياء، حتى نوح لوط أصبح لوط أصبح نبي، والإسكندر الكبير والإسكندر كل الصغير، هذه الأشياء كلهم. كيف تحرفت وكيف دخلت إلى الإسلام؟ وبعدين برضو عندي تساؤل ثاني: من كان يقطن شبه الجزيرة العربية؟ يا ريت نبتدي بالسؤال ده بقى عشان نفرش الموضوع. مين اللي كان عايش في شبه الجزيرة العربية؟ احنا لما درسنا في مصر في المدارس وكنا بندرس تاريخ الجاهلية، وبعدين التاريخ الإسلامي، وبعدين التاريخ الحديث. هو المفروض يكون تاريخ الحكمة، وبعد كده تاريخ الجهل، وبعد كده تاريخ الأجهل. فأنا لما درست بقى عصر الجاهلية لقيت في شعراء يعني نابغين، وكتبوا المعلقات وكتبوا أشياء لحصر لها يعني كنوز. أكيد أكيد. ومنهم كان في علماء يعني كمان في اللي بيقولوا على عصر الجاهليه. هو الحقيقه زي ما بيقولوا المسلمين ان معجزه ايام محمد وهي الشعر، لذلك جاء محمد بشعر القران. يعني مش معناه ان الناس كلهم كانوا جهله، كان في ناس يعني كتير عندهم الشعر وموهبه الشعر وكتابه الشعر. أي. وكانت تعلق في المعلقات، في البتح والرثاء والثاني مش عارف بيقولوا اللي عايز يشتم واحد يشتمه بالشعر، يشتمه بالشعر، واللي عايز يمدح يمدح بالشعر. أي. الهجاء. الهجاء مين؟ معلش نخش في الموضوع. طيب الناس اللي كانوا موجودين ايام محمد، طبعا كان موجودين اليهود. ايوه. واليهود بكتبهم. ما كانش يهود بجهل وبعدم معرفه، لكن كان حسب بنفهم من القران وبنفهم من قراءتنا البسيطه للقران، كان موجود طبعا اليهود، وكانت معهم كتبهم، الكتب المقدسه اللي بيشكر فيها وبيمدح فيها محمد في قرانه. وكان هناك ايضا المسيحيين اللي سماهم هو النصارى.
عارفش النصارى ده جه منين. طبعا كان في قبائل مختلفه من المسيحيين، النسطوريين والمريميين، وده موجود في طول في طول عمر الكنيسه والحياه. عندنا اللي هم بيسموهم هرطقه، والهرطقه موجودين زي ما كانوا موجودين في ايام محمد، زي ما كانوا قبل محمد في ايام بولس الرسول لما بنعرف الكتاب المقدس، ولا زال موجودين اليوم. اليوم عندنا المورمنز، وعندنا الجهوفز ويتنس، وعندنا البدع والخرافات الموجوده حتى اليوم. طيب يبقى كان في يهود وكان في مسيحيين، لكن من دراستنا للقرآن بنلاقي ان اليهود بكتبهم وعلى علم ويقين انهم على حق، والمسيحيين بكتبهم وعلى علم والحق، معناها ما كانواش محرفين، لا كتب محرفه لا في اليهوديه ولا في المسيحيه. طبعا بالخلاف لايه اللي عبدة الاوثان والصبئيين اللي اخذ منهم محمد الكثير في القرآن. اتولد محمد سنه 570 بعد الميلاد، 570 سنه بعد ميلاد الرب يسوع المسيح. بنتكلم بنقول 570 سنه بعد ما انتشرت المسيحيه في انحاء الكون بلغات شتى. نقرا في اعمال الرسل اصحاح 2 بنلاقي المسيحيه انتشرت في يوم واحد 3000 شخص، دي في بدايه الكنيسه. 13 لغه و 3000 شخص امنوا بالمسيح. طب نخلي نقول بس في يوم واحد 3000، بعديها بيومين بنقرب في اعمال الرسل كمان 2000 تاني بقى 5000. نقول بقى 570 سنه بعد هذا الكم المهول المسيحيه كانت منتشره، مش بس في السعوديه، في كل بقاع الارض، لان الامبراطوريه الرومانيه نفسها اعتنقت المسيحيه بعدين، فاصبحت كل الطرق مفتوحه للحياة. مثلا بولس يروح على اسيا، ومرقس يروح الديار المصريه واثيوبيا، والثاني يروح على اوروبا، الجولات التبشيريه للرسل. بالاضافه طبعا لما الكنيسه كانت بتضطهد كانت الناس بتهرب لحياتها، ولما كانت بتهرب كانت بتاخذ معاها الفكر الايمان المسيحي. تولد سنة 570. محمد تولد في مكة في السعودية. هو ابن أمنة. وطبعا المسلمين بيقولوا أنه أبوه هو عبد الله. ده الأسرة اللي جه من محمد. خلينا أسألك في حكاية المولد الرسول محمد، هل بيدعي بعضهم أن أقرباءه كانوا مسيحيين نفسهم؟ هل في شيء يعني يثبت ذلك، مصدر يثبت ذلك؟ وزوجته الأولى خديجة كانت من المريميين، فطبعا وزوجت محمد قبل الإسلام، قبل الدعاء بالإسلام، قبل الدعاء بالنبوة ب 15 سنة، لأن هو زوج وعمره 25، ودعا النبوة عمره 40، هنخش في الموضوع ده كمان شوية. ففي خلال ال 15 سنة دي وزوج عن طريق ابن عمها، وهو ورقة بن نوفل، زي ما بنعرف في الكتب الإسلامية أنه كان برضه راجل قسيس، راجل قس، ورقة بن نوفل. طيب بنعرف بعد كده أن والده توفى. طبعا في هناك في وجهتين نظر هنا، في البعض يقول أن والده توفى قبل ما يتولد محمد بأربع سنين، وهذه معجزة المعجزات ان امه كانت حامله بيه لمده 4 سنين. الكلام موجود على الانترنت، والناس يخش ويروح يقروا. النقطه دي مش هنتكلم فيها النهارده، ما عندناش وقت نتكلم فيها، يمكن نتكلم فيها في المستقبل. لكن اللي على اي حال ان والده توفى، ووالدته توفت وهو طفل صغير، راح عاش بعد كده مع جده اللي هو عبد المطلب. وبعد كده في عمر 5 سنين او 5 سنين ونص كان عنده مرض الصرع، الوقوع في الارض والتزمل في الفم، محمد وهو طفل وبعد ما مات جده عبد المطلب راح بعد كده يعيش مع عمه اللي هو عفوا ابو طالب اسمه، عمه تقريبا، انا لخبطت الاسماء هنا، علي، ابو علي، علي ابن ابي طالب. فبعد كده عاش مع عمه ابو طالب، مظبوط، ابو طالب هو العم بتاعه. بعد كده طبعا تزوج بعائشة وعمره 25 سنة. الأول كان بيشتغل مع عائشة، بيشتغل عندها، خديجة عفوا. هل في أي ذكر، احنا دلوقتي قلنا انتقلنا من الخمس سنين إلى عائشة، ففي ما فيش أي ذكر عن حياته في هذه الفترة ما بين 5 سنين وما بين زواجه بالخديجة؟ خديجة تغلطوا، معلش انا الاسماء كلها بتخش بعض احيانا، لكن انا هرجع لك عشان تصح لنا. هل عندك اي اضافات؟ عمالك انا اعمل راسي كده شويه وراسي كده شويه. طيب. انا شغال كده وكده وكده زي المروحه يعني، ما رايح جاي بتدوختوني بصراحه، بس حلو، ماشي المهم. طيب. فدي دي خدم يعني، اشتغل عندها وهي سميته الامين، لانه ما كانش بيخدعها في يعني في الحسابات. طبعا هي كانت بزنس ليدي يعني، طبعا كانت من اغنى الاغنياء في ذلك الوقت، وهي طبعا تقرب له وطلبت منه ان يتزوجها، وقبل هذا وتزوجها يعني. لغايه الوقت ده كانت النساء قوامون على الرجال،
في هذا الوقت طبعا لأن حتى هذه اللحظه انا بيشتغل عندها ده اللي بنقول عليه عصر جاهلي. ايوه بما يعني بما انفقوا على على ازواجهن يعني كانت بشكل ده يعني اللي انا شايفه يعني لغايه دلوقتي انه كانت النساء عندها القدره الماليه وكانوا بزنس ليدي يعني اعز يعني ربنا سبحان الله يا اخي كان بيعز النساء قبل بعثه محمد كان مديهم مكانتهم وطبعا كنا بنتكلم امبارح في الموضوع ده بس نلاحظ ان عزه المراه كانت قبل الاسلام سبحان الله. نعم. المهم فبعد ان تزوجها محمد ب 15 سنه ايوه كان بيروح في غار حراء عشان خاطر يعني يعني يتحنس. طب نقول يا ترى هل كان محمد يهودي؟ لا. هل كان محمد مسيحي؟ لا. فاي تحنس هذا؟ سؤال حقيقي معروف اي ديانه معينه كان يروح يعني يتامل او متزهد في من الحياه متزهد في الحياه يمكن الله اعلم. طبعا القصه بنعرف على فكره ان خديجه كانت متزوجه البعض بيقول ثلاثه والبعض يقول اربعه قبل محمد يعني هي كانت طبعا اكبر منه بحوالي 20 والبعض يقول 25 سنه. المهم تزوجوا وبعد 15 سنه راح رسول المدعي رسول الاسلام وانا طبعا اؤمن انه رسول ليه عشان يتحنس في ذلك الغار حراء وشاف رؤيا يعني شاف شيء هو ما عرفش هو ايه بالظبط. كان يوم شتاء بارد وروح على بيته يجري من الخوف يعني لازم نعرف حاجه في كل مره الكتاب المقدس بيتكلم ان ملاك ما ظهر لاي شخص اكيد في لحظه خوف يعني لحظه مش ايام جري خوف وساعات جري لحظه خوف واول كلمه بتخرج من فم الملاك وليه لا تخاف لا تخافي يطمن. سلام يطمن النفس خلاص انت في محضر الرب انت في محضر ملاك الرب ما في خوف ده انا اقعد ساعه اثنين يوم سنه ما فيش خوف. لكن محمد جري لزوجته خديجه الحقيقه لما بنروح لغرفه السعوديه بنلاقي ده تحت عنوان اختبار خديجه واثبات نبوه محمد اختبار خديجه واثبات نبوه محمد. فلما راح البيت وقال زملوني زملوني من الخوف والرعب والارتعاش والعرق في ذلك اليوم البارد الشديد فقالت له خديجة يعني هدي ما تزعل نفسك ولما تشوف الرؤية دي مرة تانية انت قول لي وانا اختبرها لك دي قبل ما قال له اقرأ دي لا ولا لا مش حكاية اقرأ هو حصل ان هو كان يعني مش عارف قال لها يبدو ان شيطانا يعني هو مش ما كانش يعرف هل ده شيطان ولا ملاك كل اللي بزينه انه شيطان او جن او جن هو ما كانش يعرف أيوة. فهي طب لما يظهر لك مره ثانيه بقول لي وانا اعمل لك الاختبار خد بالك من الاختبار ده مهم جدا الاخوه الاحبه الاختبار ده مهم جدا انا لسه قريب ما فيش من شويه ثلاث اربع شهور في غرفه السعوديه اقعد على رجل الشمال تخيلوا معايا دي ست عمرها حاجه 60 سنه ومحمد 40 سنه يقعد على رجلها الشمال ويعني زي طفل تمسكه على رجلها بص يا محمد فوق شفت انت لسه فوق ولا طب ما يجراش حاجه خش على ايه على رجل اليمين لان اليمين فيه قوه عن الشمال فقعد على ايدها اليمين بص يا محمد فوق بص قال لسه موجود طب حاطه بقى بين رجليها يعني زي ما تكون فعلا طفل صغير تمسكه تحضنه حلو كده بص يا محمد بص يا حبيبي بص لسه موجود فيعني الحديث بيقول انها يعني تنهد يعني مش عارفه تعمل ايه فابتدت تخلع هدومها لما ابتدت تخلع هدومها شايفه قال لها لا مشي قالت اقسم بالله انها هذا ايه بس بتقلي دخلته في عباه في الاول لا ما دخلتش في عباه لسه موجوده بقى كده لو شلحت يمكن يعني القصه غريبه وعجيبه وقالت له انت ايه رسول من الله وهذا الملاك جبريل نسال سؤال يا شباب نسال سؤال سؤال مهم جدا كيف عرفت معلش السؤال وجاوب مع انا هقعد معاكم كده من الصبح لا انا هدي لك قصه بس خلي يخلص يعني القصه دي بعدين اكمل القصه كيف ايه بقى كيف عرفت خديجه ان ذاك هو جبريل ليس ميخائيل او عزرائيل او رافائيل ولا اي حد اسمه نمره واحد نمره اثنين كيف المسلم ياخذ شهاده امراه لإثبات نبوة محمد مع أن الإسلام يثبت أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل زي ما تكلمنا في تناقض يعني فالمفروض يكون اثنين رجال أو إذا لم يكن رجل وامرأتين لأن يعني الوقت هي ربع شهادة يعني هي مش حتى نص ده لما يكون راجل وراجل يبقى نص راجل وواحدة ست ثلاث أرباع واخد بالك أنت لكن امرأة يعني أنت بنيت إيمانك وإسلامك على ذلك الاختبار العجيب نمرة واحد نمرة اثنين هل لما بنفتح كتاب مقدس يا اخوه الاحبه بنفتح بنقرا عن ارميه النبي ارميه
النبي أشعياء، النبي حزقيال، كل الأنبياء. هل في مرة لقينا في الكتاب المقدس يروح أرميا لزوجته اخلع هدومك يا ماما عشان نتأكد إن ده ملاك مش شيطان؟ لأن بالله فين كان ده في الكتاب المقدس؟ تقول موسى. طيب أنت رحت أو موسى ملاك المسلم أرميا ولا حزقيال ولا موسى؟ هل بنلاقي موسى بيروح لزوجته ولا يخلع يا ماما هدومك عشان نتأكد إن النار اللي كانت بتتكلم معاه دي فعلا الله ما هيش الشيطان؟ طيب عجبا. أنا بس هو بيقول لك إنه المسلمين أخذوا شهادة واحدة ست. أنا مغزى إيه شفت إيه شهادة إيه؟ أنت لما تقولي مثلا أنا ماشي بالطريق مثلا وشفت بياع زهور، حلو الكلام؟ فتقولي أقول لك آه فين يا عمي؟ في شارع كوم الدكة يا عم. كوم الدكة أيوة في بياع زهور على يدك الشمال. فأنت تاخد بشهادتي لأن أنا شفته. طب إيه شفت إيه بقى؟ فهي مش شهادة يا حبيب قلبي. ما فيش شهادة إيه؟ ده هي تعالى على الشمال، هو يعني قاعد على الشمال. ما هي يا سيدي الفاضل، هي استندت الى شهادته يا حبيبي. هي ما شافتش حاجه. هو فكرني ده شاهد ما شافش حاجه يا حبيبي. اقعد على الشمال. شايفه؟ ايوه شايف. طب تعالى على اليمين، شايفه؟ طب انت شايفه حاجه يا طنط؟ مش شايفه. يبقى شهاده ايه؟ تشهد بايه؟ تشهد على ايه؟ يا عمي انا ده الكلام اللي قريته. انا بقرا المكتوب. انا بقول لحضرتك احنا كمان ما نمشيش في الطيار زي المسلمين ما بيمشوا في الطيار. ماشي. مفيش حاجه اسمها تؤخذ عشان خاطرك. يعني كيف اعتمد المسلمين على شهاده امراه؟ هي شافت ايه اصلا؟ هي شافت. معنى يعني هو اللي شاف يا سيدي. هي بتساله انت شايف؟ شايف. طب انت شايف؟ شايف. واحنا شفنا في الدنيا في يعني هو يعني تعتمد كل حاجه على كلامه هو؟ يعني جبريل بتاعه هو، والملاك بتاعه هو، والايات بتاعته هو، واللوح المحفوظ بتاعه هو، وما حدش خالص من البشر المحيطين به الى يومنا هذا شافوا حاجه من اللي هو شافه. مفيش اثبات. مفيش. انا تعالى قايم بقول لك ارميا وحزقيا وبتاع. يا سيد الفاضل النبي في مواصفات للنبوه. ايوه النبي على الاقل ابسط حاجه يكون عنده. يعني ده موسى بيقول لربنا طب اسمع ماذا يقول. انا مش هنجيب حاجه من بره، كله مكتوب. نرى فين سفر الخروج. سفر الخروج ايوه سفر الخروج واصحاح كام انت بتفتح؟ اصحاح 3 مثلا. طيب تفضل. فقال موسى مثلا عدد 11. ايوه زي ما قلنا امبارح الكتاب المقدس بالمعرفه والعلم. فقال موسى لله عدد 11 من خروج 13. خروج 13 من خروج 3 عدد 11 اسف. طيب. فقال موسى لله من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر؟ فقال اني اكون معك وهذه تكون لك العلامه اني ارسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إن إلى أبائكم أرسلني إليكم فإذ قالوا لي ما اسموه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل. وبعدين نمشي في الحكاية دي وبعدين خش بقى في حصحاح 4. الحوار لسه شغال. حد كان مع موسى؟ ما حدش كان مع موسى. حد شاف موسى؟ ما حدش شاف موسى. كانت المدام معاه؟ ما كانتش المدام معاه. طيب نكمل. فأجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقون لا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقال اطرحها في الأرض. فطرحها للأرض فصارت حية فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك العصا. الكلام ده عمله مع بني اسرائيل ما عملوش؟ عمله. خد العصا ورماها. دخل ايده في عبه طلع ببرصة. دخل ايده في عبه طلعت سليمه. ضرب العصا بحر. كان في علامات البحر. في الناس مشيت في اليابس. ده الكلام ده النبي. ده النبي النبي. انما واحد يقول لك تقول له انت شايفه؟ انا شايفه. طب انت شايفه؟ انا شايفه. طب انت ست شفت ايه؟ شفت ايه في الموضوع؟ ما شافتش حاجه. فتقول لي النهارده اثبتت نبوه محمد من خلال الحجر الشمال والحجر اليمين والنص والخلع بتاع. اي شهاده ايه اللي اثبتت؟ واي دلائل نبوه نلاقيها في كل هي القصه العلامة؟ ولا الاخرها اصلا؟ انا صدقني حضرتك انا لازم كنت بقول اللي قريته في الغرفه السعوديه. انت يا يعني انت تقرا بس أنا مش هنقرا مش هنمشي. احنا هم بيقروا لانهم ما عندهمش حاجه غير يقروا ويحفظوا ويقعدوا كده يشتغلوا لي. ما هو احنا مش هنعمل زي ما قبل. لا 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 احنا اللي عايزين نعمله دلوقتي ده اللي بيقولوه. واحنا بنقول ايه؟ بس احنا ما نقولش اللي بيقول. لازم نقلب بالنا من كل كلمه بنقولها. طيب يعني دي شهاده لا تعتبر شهاده. عظيم. شافت ايه هي؟
نقدر نعرف. اقول حاجه، اقول لحضرتك حاجة. لما بنفتح كتاب مقدس ونتكلم عن النبوه عن طريق موسى برضه، الله بيعرف اليهود ثلاث حاجات مهمين جدا لاي نبي. نمره واحد، لازم تكون عنده نبوه. طيب. نمره اثنين، هذه النبوه لابد انها تتحقق. نمره ثلاثه، ان يقود الشعب، يقود الناس لعباده الاله الحقيقي، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. نسال ما هي نبوه محمد؟ لا توجد نبوه، لم يتحقق اي شيء، ولم يقود الشعب والناس الى عباده الله الحقيقي، بل بالعكس قادهم الى عباده الشيطان. زي ما بنعرف من القران، حتى صدقني من اول ايه في القران، لما المسلم يصلي ويقول الحمد لله رب العالمين، الله رب العالم، الله اله العالم، حسب تعليم الكتاب المقدس اله العالم ورب هذا العالم هو الشيطان. المسلم يدعو الله ان هو المكار وخير المكارين، الكتاب المقدس بيعرفنا ان المكار هو الشيطان. الله اللي بيضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يضل الله اي انسان، بل ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. الله الذي يرغب الى ملء جهنم بالانس والجن، اله الكتاب المقدس لا يرغب في هذا، بل بالعكس الشيطان، الشيطان اللي بيتكلم عن الكتاب المقدس هو اللي عاوز يملا جهنم. عايز ارجع لكلمه نبوه مره ثانيه، علشان دي مهمه كتير لما بنتكلم عن شخصيه الرسول محمد نفسه والنبوه نفسها. النبوه لما تترجم الكلمه ينبئ بشيء غير معروف، يعني بياخد من عند الله، واحنا عارفين ان في العهد القديم كانوا كلهم بياخدوا من الله ما عتيد ان يكون ويروح يخبر الملك، ان ما عملتش كده وكده وكده يبقى حياتك انتهى وهتهزم وهتبقى حالتك حال، الله يقول ذلك ولا ذلك. فاذا لما تدرس النبوه في الكتاب المقدس لها ثلاث اجزاء، ستحدث، حادثه، وحدثت في الماضي، حادث الان، وستحدث في المستقبل. دائما النبوه كده لها ثلاث، لها ثلاث، لكن في الاسلام انا مش شايف ايه اللي حدث في الماضي وايه اللي حدث دلوقتي واللي هيحدث في المستقبل، دي النبوه. اكيد اكيد. ولو غير كده كمان، لما نتكلم عن النبوه في الاسلام، احنا بنعرف من لما جاء الرب يسوع المسيح كان في عنه نبوات اتكتبت قبل مجيئه، 330 نبوه، وكلهم بالضبط حصلوا. ايه النبوات عن محمد؟ ولا ذلك شيء منها يحدث الان وسيحدث في المستقبل. اكيد طبعا، مجيء الرب يسوع المسيح التالي. لكن لما بنقرا كل ما نعرف نقراه عن محمد وعن اسلام الله والنبوه عن مجيء محمد، لدرجه ان حتى لما اتكلم محمد كان عمره 40 سنه وما كانش يعرف انه هيكون نبي حسب تعليم الاسلام. لكن بنعرف ان في حياه الرب يسوع المسيح لما كان عمره 12 سنه، وحسب ما بيعتقد البعض ان هو كان يعني تاه في 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 هيكل لما كان بيروح يعبده، لا الكلام ده في انجيل لوقا اصحاح 2 وعدد 42، لو تتعب اخ محب قرانا لوقا اصحاح 2. هو ما تاهش، هم ظنوا ان طيب انا أنا لسه عند كلمة نبي ونبوة، هسألك سؤال بس بعد ما تقرأ. بس أعرف أوضح سؤالي في الأول. طب نشوف مع بعض في لوقا إصحاح 2 وعدد 42 وبعد منه. وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح، ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد، وبعدما أكملوا بعدما أكملوا، لا نجيب النظار. وبعدما أكملوا الأيام بقى عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلم. وإذ ظنا بأن الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبانه، وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته، فلما أبصراه اندهش، وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ وذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله له. فلقينا الرب يسوع المسيح عمره 12 سنة وهو موجود في الهيكل، والكتبة والكهنة والفرسين رجال الدين كلهم، رجال الدين كلهم اندهشوا من تعليمه. محمد 40 سنة وراح يجري على خديجة عشان زملوني من الخوف، لكن الرب يسوع كان في الهيكل 12 سنة، وكان العادة كان كل سنة بيروح الهيكل، واندهشوا من 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 فهمه ومن أجوباته، معناها من كان بيسألوا أسئلة. وبعدين قال لهم
ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ الرب يسوع 12 سنة عارف أنه في بيت أبوه، أنه ابن الله. محمد 40 سنة ولا يعرف أين هو وما هو. طيب هرجع للسؤال. نعم. عن النبوة كمان مرة. نعم. هل نستطيع أن نطلق على رسول الإسلام نبي؟ بعد ما فسرنا ما معنى كلمة نبي؟ بص في أحداث النبي ينبئ بشيء. أيوة في أحداث في حياة محمد. أيوة مكتوبة مدونة في السيرة. أيوة مدونة في الأحاديث. مدونة في التفاسير. لما نقراها نفهم إنه لم يكن نبي ولم يكن له علاقة بملاك من عند إله ولم يكن له علاقة بإله. فإذا كان نبيا أين النبوة؟ بالظبط المفروض أبسط حاجة إيه؟ يعني أسأله. يعني اتهمت ماريا القبطية اللي بيقال إنها أم ولده إبراهيم. محمد شك في أبوته لإبراهيم. فكانت النتيجة إن هو طلب من واحد من الرجال بتوع البواسل إن هو يروح يقتل هذا الشخص اللي هو متهم في إنه ارتكب فحشاء مع ماريا القبطية وأنجب منها إبراهيم. فراح الأخ ده الصحابي المغوار راح شايف الراجل كان في 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 بيقضي حاجاته ولا قاعد في ترعة بيستحمى ولا بتاع. فقال له اطلع. قال له مد إيد. راح مد إيده بيطلعه من المية. فاكتشف إنه مشبوب. يعني إيه مشبوب؟ يعني بدون عدوى الذكور. فراح قال له راح رجع للرسول قال له يا سلام يا أخي لولا شفت الحكاية دي كان زماننا موتنا الراجل ده. يبقى شوف محمد لو كان نبي لكان يعلم بما زي ما إذا كان الراجل ده مجدوب ولا مش مجدوب. حاجة تانية لما عيشة في حادث الإفك وقعدت قاعد مستني شهر كامل لما تبان له تنزل له آية من اللوح عشان يعني من خلالها يعرف إذا كانت عيشة بريئة من هذه التهمة تهمة الزنا مع صفوان ولا مش بريئة. فلو كان نبي كان عارف لما بنعرف طيب أمور كتير بس الواحد مش أنا أحب أوجه السؤال ده للإخوة المسلمين. إذا كان رسول الإسلام نبي أين هي النبوة؟ وأعطينا مصادر لو سمحت. أنا دلوقتي عندي مكالمة من الأخ يوسف. مساء الخير يا أخ يوسف. مساء الخير. أهلا وسهلا تفضل. شلون صحة؟ الحمد لله كيفك أنت؟ لله الحمد. الأخ أسامة. أيوة. قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم. أيوة. ما أجاب نبوة. أنا راح أقول له خلي جاوبني. أنا قرأتها هذا كتاب قسما عظما. اشتكى رسول الله جبريل من قلة الجماع. فأتاه جبريل معونا من السماء فيه كفي فأخله فصار في ظهره قوة 30 رجلا نكاحا. الله أكبر. الله أكبر. تفضل حبيبي تفضل مؤذن. الرقم بس 30 دي بقى قوة يعني لمؤذن. على ثقة أنا قرأت هذا كتاب من كتب المسلمين. نعم. أي. موجودة. فهذا إحدى دلائل النبوة. قوة 30 رجل يعني. طب هقول لحضرتك حاجة. لما نفتح كتاب مقدس ونلاقي مرة تانية برضو أنا مصر نبوة ينبئ بشيء سيحدث. أنبأ خلاص. أنبأ بشو؟ قوة 30 رجل. لا 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 لا. ولما أكل البسبوسة جات له قوة 40 رجل. خلي الأخ يوسف يكمل عشان ندرس الموضوع بتاعنا. تفضل. فهو هذا النبوة مال محمد. أيوة. هي هاي أنا أعيدكم إلى كتاب السيد الشيخ الدكتور محمد جلال كشك المسألة الجنسية في الإسلام. ده يقول لقد حرمت على نفسي الخمر في هذه الدنيا فسوف يهبني إياها الله في السماء. ولقد حرمت على نفسي اللواط في هذه الدنيا فسوف يهبني إياها الله في السماء. فهل يشمل هذا القانون نبي الإسلام؟ وهل يكون لوطيا ملاطا به حيث قد حرم الإثنان في هذه الدنيا وحيث أن كتب التاريخ وفي كتاب زاد الميعاد لابن قيم الجوزية. أيوه. الجزء الثالث صحيفة 157 يكون محمد يأتي على زاهر ويحضنه من الخلف وحينما يعلم زاهر بأنه محمد
يبدأ يفرك ظهره بصدر محمد. لا ده انت دخلت في النواحي الاخلاقيه لمحمد، احنا ما نتكلمش في المواضيع ده صح؟ احنا بنتكلم في النبوه يا رب. انا نرجع ما ده احنا سؤالنا النهارده في النبوه. النبوه احنا بنتكلم في موضوع تاني بقى، ما يجراش حاجه، ما نجراش حاجه. يعني عايز انا اقول نرجع للقران، نرجع للقران. الحقيقه انا عندي ايتين في القران احب اشارك بيها مع الاخوه الاحبه، بيثبتوا ان مش ممكن محمد يكون نبي من القران. ايوه في سوره الجاسيه والايه 16 45 16 ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. الله هنا في هذه الايه فضل اليهود على العالمين بثلاث حاجات، بالكتاب والحكم والنبوه. فالنبوه خاصه بمين؟ باليهود. النبوه خاصه ببني اسرائيل. الآية الثانية في العنكبوت والآية 27. أيوه. يقول القرآن ووهبنا له أي إبراهيم إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هنا برضو النبوة تعود إلى ذرية يعقوب وهو أولاد إسحاق التوراة. أولاد إبراهيم. فدول آيتين في القرآن بيأكدوا النبوة خاصة ببني إسرائيل واللي هو يعقوب زي ما شفنا في العنكبوت 27. فأين القرآن الذي يقول أن محمد نبي؟ الأخ يوسف لسه معنا على التليفون ولا راح؟ راح رايت. طيب برضو أنا لسه برضو، من أطلق على رسول الإسلام بأنه نبي؟ هو نفسه أطلق هو يعني كان سلف. هو كان يعني أنا عند حضرتك أنا هي. عندي هنا في الورق ده بتاعي اللي دمني دي عبارة عن كلام جاي من السيكات الإسلامية. يعني على سبيل المثال مثلا ابي سفيان، خد الحديث بتاع ابي سفيان. ايوه بسرعه عشان ناخد بريك ونرجع تاني. أيوة. حاضر قبل اهو يا عم، قبل البريك يا عم حاضر. طيب. فين ابو سفيان؟ ابو سفيان ده كان في بعد ما المسلمين دابوا وداخوا في المعارك والفتوحات، وهنتكلم فيه ان شاء الله بعد شويه. بعد شويه انا بحاول اجيب لك ابو سفيان، اسمع ماذا يقول. تقابل العباس ابن عبد المطلب وابو سفيان ده بعد طبعا حروب ومعارك وبتاع، فاخذه العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام: ويحك يا ابا سفيان، اما انا لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ فقال العباس بيحكي طبعا الحوار: والله لقد ظننت ان لو كان مع الله غيره لقد اغنى عني شيئا بعد. ده بيحكي عن كلام ده ابو سفيان بيقول للمحمد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فهو كان بيفرض على الناس، أمرت أن أقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا إيه؟ أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، أو أن محمدا رسول الله. فهو كان هو مأمور أنه يقتل الناس. طب أقول لك على حاجة، يعني إحنا كأهل كتاب هنكمل تاني بعد الفاصل. أنت خلقت في دماغي سؤال تاني. دلوقتي في رسول وفي نبي، بغض النظر عن عارف حضرتك يعني اهل القتال في سوره التوبه والايه 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر. طب هقول لك على حاجه، النصارى اللي محمد امر بقتالهم في او اهل الكتاب اللي امر بقتالهم في توبه 29 كانوا يؤمنوا بالله ولا ما يؤمنوش بالله؟ كانوا بيؤمنوا بالله لكن كانوا بيؤمنوا ان محمد نبي، لكن مش محمد نبي لا يؤمنوا بمحمد، عشان كده امر بقتلهم. طيب أعزائي المشاهدين، الموضوع شيق ومتعدد الأفكار كثيرة، في ممكن ناخد في نقطة واحدة نقعد فيها وقت كبير، لكن هنحاول نغطي بقدر الإمكان زي ما قلنا أضواء على حياة رسول الإسلام. ابقوا معنا سنأتي إليكم بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، وكما ذكرت موضوع اليوم أضواء على حياة رسول الإسلام. ومن شوية كنا نتكلم عن الرسول نشأته، وتكلمنا عن كلمة نبي نبوة
ولازلنا نتجاذب أطراف الحديث حول الفرق بين نبي والرسول، وما هي شخصية النبي وما هي شخصية الرسول. النبي الذي ينبئ بأشياء معينة من عند الله للبشر، وفي نفس الوقت أعزائي المشاهدين لازلنا في دعم رسالة الأرامية. الكتاب المقدس يقول: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كمان في متى 25-40 تقول كلمة رب: فيجيب الملك: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بإخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم أيضا. أنا بشبه الإخوة الأصاغر في بالنسبة للرسالة الأرامية الناس اللي ما سمعوش رسالة الإنجيل، الناس اللي لسه أفكارهم بتتنور بفكر المسيح، الناس اللي عايزين ينالوا خلاص المسيح، الناس اللي عايزين ياخدوا لمسة شفاء من الرب يسوع المسيح. وإحنا بنجيلكم كل 6 شهور بنقول لكم يا جماعة دي أحلامنا ودي رؤانا ودي رسالتنا، وبتعضدوا وبتقفوا معنا ولا زلتم تقفون معنا كما ذكرت البارحة وستقفون معنا في المستقبل، لأن نحن نقدم كلمة الله الحية والفعالة التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين. الرب أعطينا رؤية المرة دي بقى أن احنا نوسع تخومنا شوية، عايزين بقى قناة باللغة الإنجليزية تصل إلى أمريكا، تغطي أمريكا وتغطي أوروبا وتغطي أستراليا. 10% منها يكون باللغة العربية لكن الباقي هيكون باللغة الإنجليزية. أنتوا في البيت دلوقتي أولادكم بيتكلموا إنجليزي أكتر من عربي، حتى إحنا العرب أولادنا دلوقتي التين إيجر بيتكلموا إنجليزي أكتر من العربي. عايزين نصلهم، عايزين نصل لأفكارهم لقلوبهم لحياتهم برسالة الإنجيل، عايزين نوعيهم بما يحدث في عالمنا من مخاطر، إن إبليس خصمكم يجول يزأر ملتمسا من يبتلعه. طبعا الإنسان اللي ما عندوش يسوع في قلبه يبقى قلبه فاضي، يبقى لما يجي إبليس ويزأر يخوفه ويعمل له انتميديشن ويرعبه وياخده للعالم. دي رسالتنا ان احنا بكل بساطة عايزين نوصلها لقلوبكم وافكاركم علشان تساعدونا في هذه الحملة لدعم الأرامية بتوصيل رسالة المسيح. الأرامية كمان يوميا عندها زي ما انت عندك في البيت بادجت، وتحط الكهرباء وتحط المية والملابس كام والأكل كام والمورجش كام وكل نفس الشيء، احنا بس على نطاق أوسع لان احنا من يعني من وي ار ريتشينج يعني شعب كبير بالملايين عن طريق الانترنت وعن طريق التلفزيون. وانتم عارفين ان التلفزيون غالي كثير، يعني الراديو يعني رخيص جدا انك تقعد على مكتب وتتكلم في مايكروفون والناس معك، لكن التلفزيون بيختلف، كل برنامج عايز له سيتنج وكل برنامج عايز له تقنيين وراء الكاميرات على الميكسنج بورد على الاوديو بورد، وشغلانه كبيره قوي عشان كده بيكلف كتير. عشان كده احنا بنيجي بنقول يا جماعه ساعدونا عشان الرساله تصل. وما كانش في قنوات عربيه، والشيء المهم في هذه القناه احنا كنا زمان في اجيالنا نعتمد على الارساليات، المرسل جاي بيبني الكنيسه يشتري كتب الترنيم يشتري الكتاب المقدس يمشي المرسل تغلق الكنيسه، اذا حصل طارئ في مصر والحكومة صارت ضد الأجانب تطردهم برا. لا، احنا دلوقتي الأرامية دي بتدعم من الشعب المسيحي مش من إرسالية معينة، الشعب المسيحي نفسه فاق وصحي في أمريكا وابتدوا يشعروا ان لهم صوت بيتحدث بلغتهم وهم اللي بيدعموا المحطة دي مش إرسالية معينة. أمين. عزيزي المشاهد صلي شوف الرب يقول لك تعمل ايه لتعضد الست شهور الباقية في رسالة الأرامية. نرجع لموضوعنا دلوقتي، بنتكلم عن النبوة وبنتكلم رسول أو نبي، نبي أو رسول، والكلمتين الظاهر متداخلين في بعض. ماشي. في جزء في القرآن في سورة الروم اللي بيعتقد الإخوة المسلمين إن دي نبوة، ويعني أنا بستغرب وبندهش لما بنقرأ النبوات في الكتاب المقدس ودقة النبوات في الكتاب المقدس. يعني ممكن ندي امثله بعد ما نقرا الموضوع عشان نوضح للمسلم ان اللي بيدعي ان دي نبوه من محمد ما هياش نبوه، دي تخمين. يعني زي ما اقول لحضرتك
في خلال أسبوع أو 10 أيام هتمطر. طب في منطقة الوزرمان بيقول كده. وفي منطقة ما بالقرب منكم. أيوه. طب دي نبوة؟ يعني أو الأهلي بيلعب مع الزمالك وأحد الفريقين سوف يفوز. بكل تأكيد. دي نبقى تخمين. نقرا مع بعض، معلش الأخ محب يتعب ويقرا معانا الموضوع. فكرتني قبل ما أقرا الآية. بدأ بقى ما تقرا ما تقراش. فكرتني قبل ما أقرا الآية. أيوه. واحد لا مؤاخذة والعياذ بالله عنده ولد في ثانوية عامة. أيوه. عمال يسقط. فابوه بيقول له يا ابني ربنا يسهل. ما بياخدش دروس خصوصي. بغض النظر انا يعني عشان ربنا يسهل يا ابني وهتنجح ان شاء الله. في بضع سنين ان شاء الله هتنجح. فلما نيجي ندور على كلمه بضع سنين. البدع تبتدي من كام لكام؟ من ثلاثه حسب من ثلاثه لعشره من ثلاثه لتسعه. من اثنين ولا من ثلاثه؟ لا يا بضع يا ثلاثه. بضع يعني اكثر من سنه. من ثلاثه لعشره. من ثلاثه يعني ممكن 3 سنين، يعني ممكن 4 سنين، يعني ممكن 5 سنين. أي. زي ما طلع بتاع مدرسه المشاغبين قال لك 14 سنه خدمه ثانويه عامه ولسه البدع ما خلص. فالنبوه اللي جت في اللوح. أيوه. اللي عايزني الاخ اسامه اقراها له. في سوره الروم من ايات من 2 لـ4. أيوه. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. لما بيقولوا الروم هنا الروم دي الامبراطوريه الرومانيه. الامبراطوريه الرومانيه. فده شيء طبيعي يعني في بضع سنين كام سنه الله اعلم. ففي نبي بيتنبا نبوه فيها الاحتمال يعني امتى؟ في علم الله ربنا يسهل. طب ما ده شيء طبيعي. انا شخصيا لو انا بتاع فريق الاهلي وبلعب في فريق الزمالك زي اذا مثلا نادي الاهلي عمال يلعب وياخد كاس ورا كاس انا مالاش في الكوره بس يعني انا نسيت الكلام ده من زمان بتاع الكوره من ساعه ما كان عندي 12 سنه المهم فبيلعب فيجي المدرب بتاع الزمالك باذن الله هتاخدوا الكاس باذن الله هتاخدوا الكاس. أيوه. ويجي بقى معاهم بالحظ الجميل كده يروحوا فعلا غالبين الفريق المنافس ليهم اللي هو الاهلي واخدين الكاس يبقى معنى كده المدرب ده نبي. ما هو لازم بيحفز ويحث ويحض ويشجع فريقه عشان يغلب. واللي عايز اقوله ان اللي بيقرا التاريخ تاريخ الانسانيه من بدايتها الى نهايتها بيعرف ان في حضارات تيجي وحضارات بتروح اكيد فيعني شيء طبيعي شيء يعني. طبيعي الناس تخسر وقتك. لا بس انتوا دخلتوني في الحته دي استنوا بقى طيب اتفضل استنوا عشان انا صراحه يعني أنا لا معلش يا حبيبي خلاص قول اتفضل يعني انت قول لي بقى انت هو الاساس يعني انت وانا قاعد اسمع ماذا يقول الكاتب ده بتاع سايت ويب سايت اسمه مكاوي ايوه دوت نت اسمه الشيخ مش عارف اسمه الشيخ مين احنا شفناه سايت مولانا الحسين مكاوي الرايت بيقول مولانا الحسين بيلخص القصص بتاعت الغزوات الرسول الكذا عدد كبير من الغزوات ففي في 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 كذا غزوه يكتب لنا هذا الكلام يقول لك ايه ولكن نقول لك اذهب انت وربك الكلام ده في غزوه ايه في غزوه بدر اللي عايز يروح يراجع بقى غير يراجع اذهب انت وربك فقاتلا بيقولوا يعني محمد لما داخل معركه وخايف لاحسن يتغلب فيها ايوه اللي بالك ده نبي داخل معركه احنا بنتكلم في معارك الروم بقى ومش الروم ربنا سبحانه وتعالى بلغ عدد المسلمين 313 لا 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 لازم اقول لك الحكايه دي بصراحه لا مش هينفع انا بحاول اختصرها بس مش هينفع طيب لا داعي للاختصار خد راحتك ابي سفيان الراجل اللي اتكلمنا عنه من شويه اللي قال لمحمد الله ده انا عارفه ماشي لكن انت بشك في نبوتك ده بعد ما الدنيا هديت يعني واتهرم من كتر الحروب وراح عشان يقابل النبي عشان يعملوا حركه صلح كده بتاع المهم الراجل ده في بدايه المعارك كان في غزوه بدر الرسول النبي الرسول النبي الرايت الرسول النبي النبي الرسول طيب أي خلي بالك سمع ان في قافله قريش قد اقبلت من الشام الى مكه وقد كان يقودها ابا سفيان طيب بين حرب مع رجال لا يزيدون عن 40 ابو سفيان ومعاه 40 راجل طيب ماشيين بقافله قريش وقد اراد الرسول النبي الهجوم على القافله طيب والاستيلاء عليها ردا لما فعله المشركون عندما هاجر المسلمون من المدينه وقال لاصحابه هذه عير قريش فيها اموال فاخرجوا اليها خلي بالك النبي
الرسول بيحض المرتزقة اللي ماشيين معاه اللي هم ما كانش عندهم لا شغلانة ولا مشغلة غير الغزو وسبي النساء، ما كانوا بيشتغلوا يا باشمهندس. هو الحقيقة انا اخر حاجة قريتها ان ما كانش في ولا واحد عنده شغلانة غير انه نصابين، يعني قطاع طرق حضرتك فقط، ده الشغل ده يعني، هي قطاع طرق والرسول كان بياخد 20% فقط لا غير. ده شرف طبعا للمسلمين الموجودين في العالم النهاردة ان الاوائل بتوعهم المبشرين بالجنة كانت شغلانتهم النصب والاحتيال والقيام بغزوات واغتصاب مال الغير. يقول لك لا اصل الجماعه دول اللي هم المدينه، الجماعه دول اللي هم بني مش عارف مين ولا مش عارفين اساءوا للاسلام ورفضوا الرسول انه ينشر الدين ومش عارف مين، بيبرروا الغزوات ويسموها دلوقتي بيسموها فتوحات. ما علينا، محمد بيقول لهم هذه عير قريش فيها اموال فاخرجوا اليها. ده مين ده؟ النبي الرسول. طيب وكان ذلك في الثالث من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وقد بلغ عدد المسلمين 313 واحد. يبقى كان أبو سفيان معاه كم؟ 40 راجل. وبلغ عدد المسلمين اللي هم الرجالة بقى البواسل المرتزقة وصل عدد 313 واحد. ومعهم فرسان وسبعون بعير. وترك النبي الرسول عبد الله ابن ام مكتوم وليا على المدينه. شوف اسمع، لما علم ابو سفيان بامر النبي الرسول وامر اصحابه عمل ايه ابو سفيان؟ ارسل واحد اسمه ضمضم ابن عمر الغفاري الى اهل مكه يطلب نجدتهم، يمكن يكون اسمه ضمضم مش متشكله بس هي ضمضم ولا ضمضم اهو واحد ضمضم ضمضم. ولما وصل ضمضم ولا ضمضم إلى أهل قريش صرخ فيهم قائلا يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوها. فثار المشركون ثورة عنيفة وتجهزوا بتسعمائة وخمسين رجلا معهم مائة فرس وسبعمائة بعير. جاءت الأخبار إلى رسول الله أن قافلة أبي سفيان قد غيرت اتجاه طريقها وأنه سيصلها غدا أو بعد غد، فأرسل أبو سفيان لأهل مكة بأن الله قد نجى قافلته. خلي بالك النبي الرسول راح ينهب ثروة بني قريش أو أهل قريش. الراجل أبو سفيان اللي كان ماشي بالفلوس لما سمعنا محمد ورجالته المرتزقة ناويين يغتصبوا أو ناويين يقتلوه أو ناويين يسرقوا وينهبوا هذه الأموال راح مغير الخطة بتاعته. بدلا ما كان ماشي مثلا مشرق مغرب خلاها مغرب مقبل. حلو الكلام؟ أي. طب لو كان محمد نبي كان عارف. الله ينور عليك. عايزين نقارن بينه لا مؤاخذه وبين بين النبي اشعياء. طب اخد مكالمه ولا اخد مكالمات وبعد بس لا عشان بس حتى نحط النبي قدام النبي. طيب اليشع كان بيكشف اسرار الحرب لمين؟ تفتكر قدسك؟ للملك. لدرجه ان الملك اتهم الملك بتاع سامره، لدرجه ان الملك العدو بتاعهم فكر ان واحد من الجيش بيتجسس عليهم. فقالوا له لا اصل في السامره واحد اسمه ايه؟ إليشع. ده نبي. والراجل ده نبي وهذا النبي بيعرف اللي انت بتقوله في مخدعك. شفت الفرق بين نبي ونبي؟ خد المكالمه بقى. طيب اخ جورج مساء الخير. مساء الخير. كيف حالك؟ يا هلا، شكرا لكم يا اخوان على الشغل كثير منيح عم تعمل. شكرا، تفضل. لا تأخذوني العربية تبعيتي مكانة بس الأخ طعمة اتفرجت من شي ساعة زمان على البروغرام من شي ساعة، بريد أقول له شكرا كتير شكرا. أهلا وسهلا. المسيح يساعدك ويساعد عائلتك وإذا إذا بتيجوا على فلوريدا أنا بالإنترنت بس حد جورج جيت تعرفوني خبروني
اهلا وسهلا. انت عندكم عائله هون، اترك تليفونك مع الاخ المسؤول وهم يتصلوا فيه. نعم نعم نعم، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. كان عم سامر كان عم بحكي مع الواحد هذا ما بعرف شو اسمه، كان عم بدايه انه عم بساله هل انت تقول المسيحيين كفار ولا لا؟ ما عم بحكي، ما عم بيجاوبوا الصراحه. بيصلوا بيقول لك انصرنا على الكافرين، يعني حرام، ليش بيحترمونا؟ ليش ما بيحترمونا انه كبني ادم بيسمونا انه كافرين؟ نحن نشتغل معهم كبرانين بذاك البلاد ونخدم الجيش ونخدم الوطن كله، ليش بيحسبونا ان نحن 4-5 كلاس سيتيزن؟ يعني عيب، يعني حرام، يعني عم بيبهدلونا وعم بيبهدلوا اساميهم كل العالم. لازم يغيروا هالكلمه انصرنا على الناصرين على الكافرين، this way هيك نحن نقدر نتعامل مع بعض. نعم. اذا ما بده يغيروها اولادي بده يصير عندهم نفس المشاكل مثل ما صار لبيي بايام سفر برلك، يعني هو ارمني، فلامي ارسليه ذبحوها سريانيه، وهلا انا نفس الشيء، انتم اولادكم واحبابكم هونيك بالبلاد لازم جيت يقولوا لبعضهم هذول مو كفار. اذا بيسموني كفار معناته بيقولوا للمسيح كفار، اذا بيامنوا بالمسيح بالقران بقول لك سيدنا عيسى. انا من لاحق انا بامن بالسيد عيسى وبحبه، لازم يحترمونا، مو انه يبهدلونا يقولوا له كفار وكذا. شلون عم بيقروا هذا المصحف مثل ما بدهم ولا مثل ما الديانه بيعلموا؟ هذا نحن المسيح بيعلمنا الحب، حبوا بعضكم بعضا، بعدين حبوا احداكم. نحن معنا لو انه العدو بده يضايقنا نحن بعدنا بنحبهم، بس هذا الديانه، وقت الديانه بقول لك انه روح ضد الكفار واليهود وكذا، هي مثل ويتش كرافت. ام سوري، بعتذر، بس خلي يفكروا لحالهم. شو رب الديانه اذا على طول عم بيقتلوا مسيحيه، عم بيقتلوا كل جنس ما حرام حرام. أنا ديانة بقول لك روح اقتل، شو رب الديانة؟ هذا اللي ما بحب احكي كثير لانه قلبي مليان. ابوي يشافوا امه واخواته ضايعين. شكرا اخ جورج لاجل التوضيحات. اخذ الاخ عبد الله. مساء الخير يا اخ عبد الله. نعم تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا، تفضل اخي العزيز. سلامي لك وللاخوه، الاخ محب والاخ الاخر ما ذكرت، ما شفت اسمه على الشاشه. اسامه حبيبي، اهلا وسهلا، تفضل اخ اسامه، تحياتي لكم جميعا. سؤالي هو انه لماذا اطرح بطريقه ساخره، لماذا اطرح او تناول الدين يعني يعتنقه الملايين بهذه السخريه؟ ماشي عظيم. طيب سؤال، طيب عندك اي شيء ثاني قبل ما نجاوب؟ نعم قبل ما تجاوب بس عندي مداخله اخرى. تفضل. نعم، هي انه يا ريت انه برنامجكم هذا الرحب الواسع اللي فاتش بهذا، انا كنت اتخيل انه ما يستقبلون مكالمتي اطلاقا، بينما اللي اريده واسال انه يكون دعوه منكم من هذا البرنامج لعلماء المسلمين ومناظرتهم على الشاشه بهذا الطرح اللي يعتبره. أنا عندي رد للطرف الثاني من سؤالك، أنا هسيب الطرف الأول ليهم، لكن الطرف الثاني دي محطة، وإحنا قاعدين في بلد حرة هنا. ممكن اللي بيجهزوا البرامج يقولوا إحنا ممكن نجيب علماء المسلمين، وممكن يقولوا لا مش عايزينهم، إحنا هنقول رأينا ونفتح التليفونات وأنتوا قولوا رأيكم. فيعني الموضوع ملهوش، الشو نفسه ملهوش اطار معين ان لازم يكون في مسلمين عشان يبقى شو صحيح. لا، احنا بنقرا من وثائق موثوق فيها، من احاديث، من ايات قرانيه، انت ممكن تفتح قرانك وتقراها معنا، او الحديث تدور على رقم الحديث وتقراه معنا. ففي بعض المجالات بيجوا، في بعض المجالات بنجيبهم على التليفون، لكن في هذه الحاله اخترنا ان لا يكون ذلك،
وده من حقنا نحن نقول انه ممكن يكون في حد موجود او حد غير موجود. نروح للسؤال الثاني. حب اتكلم عن اسلوب الساخر. صدقني الاسلوب اللي احنا اللي انت شايفه انه ساخر لان الموضوع نفسه ساخر. يعني لما انا اقول لحضرتك انت راجل عندك 40 سنه تقعد على حجر زوجتك على رجلها الشمال وعلى رجلها اليمين ده وهي بس زوجته هل عندها 40 سنه ماشي 30 سنه ماشي لكن زوجته عندها 60 سنه فما فوق حتى لو كان زوجته مهما كان يعني وانت بتتكلم وانت بتتكلم نعم. انا بتخيل واحد عنده 40 42 سنه بيتحرك من رجل لرجل الحجر مش عارف لمين يعني تتخيل حضرتك انا لو انا ماشي في الشارع وماشي في الشارع وشايف واحد عم يقعد على الحجر ده شويه على الرجل الشمال وبعدين على الرجل اليمين وبعدين في النص انا هعمل ايه هبكي ولا هضحك الموضوع مضحك مضحك بسخريه وباسف يعني للاسف شديد فالمشكله اللي بنقولها احنا اخونا الحبيب صدقني ما غرضنا السخريه صدقني احنا بنحبكم كمسلمين لو انت كنت مسلم الله اعلم اذا كنت مسلم لا طبعا اذا كنت انت مسلم وانت تؤمن بهذه القصه تؤمن بان هذا هو اثبات نبوه محمد انه يقعد على حجر خديجه رجلها الشمال ورجلها اليمين ويقعد في النص ويبص ويشوف أليس هذا موضوع يستحق السخرية؟ وإذا كنت بتؤمن أنت بيه نحن نأسف أنا أضحك وأسخر بمحمد واللي عمله مع خديجة وأبكي على المسلم اللي بيصدق هذه السخرية يعني حزنا على أن واحد مسلم ذو عقل يؤمن بأن دي وسيلة يثبت بها نبوة رسول أو نبوة نبيه ليس فقط يا سيدي الفاضل ليس فقط يا ريتهم كانوا 5 ولا 10 مسلمين كنا نقول معلش دول غلابة لكن زي ما سعادتك بتقول مليار وبيقولوا نص مليار ونص مسلم فيهم أساتذة جامعات فيهم دكاترة علماء. فيهم علماء فلك زي الأخ زغلول هؤلاء القوم للأسف لما تقول له لو سمحت تقول لي ازاي اكتشفت ان محمد نبي يقول لك يحكي لك حكاية الاختبار بتاع الحركه دي وبعدين خلي بالك انا يعني انا كنت عايز بس هقول لك بقى عشان انت راجل حلو بتسمعني ان شاء الله يا رب يكون كلامنا الساخر بيشغل لك عقلك يا رب هسالك سؤال اخي الفاضل المتصل الاخير عبد الله لما السيده مريم بنت عمران احصنت فرجها عمل ايه لا محمد الم يرسل لها ملاكا لكي ينفخ في فرجها بقى الملاك اللي اتكسف من شعر مريم من شعر بتاع ده خديجه وشو رقبتها ذات 60 عاما هذا الملاك اختفى بسبب انها كشفت الحجاب ما اتكسفش هو بينفخ في فرج امراه يا راجل يا طيب احنا بنتكلم بسخريه ولا 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 كله على بعضه ما ينفعش طبعا دي سورة التحريم والآية 12 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وطبعا الآية واضحة وتفسيرها وطبعا بعض العلماء مسمون لك نفخ في جيبها ونفخ في حجرها في جيب كمها طبعا الكلام واضح هي أحصنت فرجها فنفخنا فيه الهاء عايدة على الكم لا ما قالش في كمها ما قالش في حجرها قال فيه في فرجها في المحصن طيب انا بس كنت ذكرت حاجه انا عايز اطلع من حكايه الرسول والنبوة عشان ندخل لا 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 معلش عشان بس طيب. الاخ اللي بيقول لك ان احنا اسلوبنا ساخر عايز اقول لك يا صاحبي في الكتاب اللي انتم مش عارفين مش عايزين تقروه ومش بتحترموه ولا بتقدروه اللي بيكشف لك من هو النبي الحقيقي هذا الكتاب عشان كده انت بترفضه وشيوخك بيرفضوه وممنوع تقراه ومحمد نفسه لما شاف عمر بن الخطاب راجع له في يوم من الايام بتورات نسخه من التورات كان واخدها من واحد يهودي او كان نسخها من يهودي محمد خرب الدنيا وزعق السلاح خير يا عم في ايه؟ قال لهم لو جالكم موسى بعد مني انا نبي الله لا يؤخذ بكلام موسى انا نصيبي وانتم انا نصيبكم وانتم نصيب وخلى عمر ارتبك ورمى النسخة اللي كانت في يده طبعا مش مكتوب رمى بس أنا بس بشاور لك على اللي حصل عشان النبي يهدى عارف ليه؟ لأن هذا المكتوب بيفضح نبيك اسمع ماذا يقول المكتوب احنا جبنا سيرة الرجل ده قبل ما تتساب المكالمات اللي هو إليشا ملك أرام كان بيحارب إسرائيل وتآمر مع عبيده قائلا في كان ده في سفر الملوك الثانية صح 6 بدور يا صاحبي في الجوجل وطلع ملوك الثانية صح 6 واقرا عشان تشوف الفرق بين نبي
ومدعي النبوة. ملك أرام كان بيحارب إسرائيل، تأمر مع عبيده قائلا في المكان الفلاني تكون محلاتي، فأرسل رجل الله اللي هو النبي الحقيقي بتاع الإله الحقيقي إلى ملك إسرائيل يقول له احذر من أن تعبر بهذا الموضع. كان عامل له كمين، ملك أرام عامل كمين لملك إسرائيل. أي. يجي النبي الحقيقي ينبه ملك إسرائيل ويقول له اوعى تعدي من المنطقة دي، في خطر لأن الأراميين حالون هناك مستنينك عاملين كمين. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه وتحفظ هناك، مرضيش يعدي لا مرة ولا مرتين. إيه اللي حصل؟ قلب الملك العدو، قلب ملك أرام اضطرب من هذا الأمر ودعا عبيده وقال لهم أما تخبرونني من منا هو ملك لإسرائيل، ملك من منا هو لملك إسرائيل؟ فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيد. أما ليه يا عمي؟ ليس هكذا يا سيد الملك، لكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. سمعت يا أخي عبد الله؟ ده النبي الحقيقي اللي مرسل من قبل إله حقيقي، بيعرف اللي بيقوله النبي، في بيعرف اللي بيقوله الملك العدو في مضجعه. أنا الغزوات اللي معايا دي يا سيد عبد الله لما تقراها تكتشف ان معظم المعارك اللي اتكسرت فيها اسنان محمد ووقع فيها في حفر تدل وتثبت لي وليك اذا كان عندك العقل الواعي انه لم يكن نبي. طيب الرب طيب، الرب طيب، طيب. انا عايز اترك الموضوع بتاع الرساله والنبوه وادخل في موضوع الفتوحات والغزوات. واللي عايز اقف عليه شويه قبل ما ادخل على الحاجات دي، في عام 620 اللي هو ذا نايت جيرني لما راح الاسراء والمعراج، دي معجزه المعجزات، ممكن اقولها دي بعد. طيب انا احب اشارك بس. طيب الحقيقه الـ 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 احنا بنعرف ان الارقام في الاسلام خيال، ولما انا بدرس واقرا كل اللي قاله محمد عن الاسراء والمعراج ده خيال الخيال. الرسول حضرتك كان نايم جنب زوجته خديجه. طيب وجه الملاك جبريل. ايوه لا خديجه، خديجه الاسراء والمعراج. اما هي بدات من خديجه. لا الاسراء والمعراج ده كان متاخر، ده بعد ما ماتت خديجه، وكان في خديجه ماتت 619 اختلفوا مين، لانها ماتت 619 خديجه، والاسراء والمعراج كان 620، وكان المكان ده 620 هو ولا كان نايم مع مين بالظبط؟ 620 كان الاسراء والمعراج. الاسراء بعد كان موت خديجه، كان مع زوجه من زوجاته. انا اسف. طيب وبعدين حضرتك جه الملاك دخل مش من الشباك ولا من الباب، دخل من السقف حضرتك. فتح السقف ودخل، وبعد كده صحى محمد وفتح له صدره وغسل صدره. ده الكلام ده هو طفل ولا عمل؟ لا ده هو كبير بقى، هو كبير مرتين. مره هو طفل. وبعد كده قال له طب يلا بقى نركب على ايه؟ على البراق. وما هو البراق؟ ده هو بغل، له حمار ولا حصان. يعني ايه البغل والحمار؟ هو مش فاهم انا، هو يعني العهد القديم في المركبة النارية حبيبي. لا تتقارن برضه بين العهد القديم وازاي كان. انا بس عايز افهم شيء ده، يعني محمد واخد حضرتك وراح واخده على فين حضرتك؟ على طرفة عين، وراحوا فين؟ على ارض اسرائيل. في القدس هناك، وصلى مع كل الانبياء ازاي ما تعرفش. المهم طلع معاه بقى، ركب على نفس البغل ده حضرتك ولا البراق ولا عارف تسميه انت ايه بقى، وطلع على السماء الاولى، طلع على السماء الثانية، طلع لا نخش على السماء الأولى. في السماء الأولى لقى مين؟ لقى آدم. تخيل حضرتك معايا لما شاف آدم، وآدم كان يعني واقف كده بطوله، واخبار حضرتك وطوله كان قد ايه بقى آدم؟ 60 ذراع بالظبط كده، طوله كده طوله كده حوالي 90 قدم، احسبها انت بقى بالمتر زي ما تحسبها. ده يعني ولما شاف آدم، كان آدم بقى بيعمل حاجتين غريبة جدا، يعني لما يخش على ايده اليمين كده ويبص آدم يضحك واخبار لك انت؟ ولما آدم يبص على ايده الشمال كده ويروح يبكي راح يعني محمد بيسأل جبريل بيقول له مين ده؟ بيعمل ايه كده؟ قال له شش ده آدم. لما يبص على ايده اليمين يشوف كل اللي آمنوا بيك ويضحك فرحان بيهم في السماء في الجنة. ولما يبص على ايده الشمال يلاقي كل اللي ما آمنوش بيك ودول طبعا الكفرة في جهنم بيبكي عليهم. لما بنفتح كتاب مقدس بنلاقي ان في السماء لا بكى ولا دموع. يبقى الكلام ده ينفع ازاي؟ 30 ذراع كذبة، البكى كذبة، 60 ذراع
60 زرع عفوا يعني 90 قدم. المهم طلع على السماء الثانيه، طلع على السماء الثالثه لقى مين بقى؟ موسى. طيب سلم على موسى، موسى سلم عليه، كيف الحال؟ الحمد لله كله بخير. طلع على السماء الرابعه والخامسه والسته والملاك جبريل قال له بقى انت لوحدك بقى، ده الله هناك وانا دخل على الله. مفيش خمس دقايق حكى معاه، نزل على السماء الرابعه والثالثه لقى مين؟ موسى. فموسى قال له، قال لك ايه؟ قال له لا لا مفيش مشكله، يعني كل شيء تمام واخدنا وقت حلو وحكينا مع بعض وقلنا وعملنا. وقال لي نصلي 50 صلوة في اليوم. 50 صلوة في اليوم؟ معقول الناس مش هتؤمن بيك؟ ارجع تاني. ايه؟ قول له يعني 50 كتير. طلع من السماء الثالثه وخبر حضرتك الرابعه الخامسه السته السبعه، ما فيش في خمس دقائق دخل على مين؟ على الله. قال له 50 كتير. قال له ما يجراش حاجه. 45. نزل من السماء السبعه على الثالثه لقى موسى، قال له 45. قال لا 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 كتير. فضل بقى الموضوع المناقصه دي من السماء الثالثه للسماء السبعه من السبعه الثالثه، في الاخر قال له خلاص خمسه بقى، اخر كلام بقى خمسه يعني هنزل بقى. كل مره تنقص خمسه. واخد بالك كده حضرتك؟ ركب بقى على كل ركب على على البغل البراق 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 البراق، ونزل من السماء الثالثه حضرتك على الارض جنب المدام، معرفش مدام مين بقى حضرتك الله اعلم، انا كنت فاكر خديجه. اختلفوا هم اختلفوا واحده من زوجاته، والسرير بتاعه كان لسه دافي. يعني الموضوع ده خد له قد ايه بالظبط كده؟ ساعتين زمن؟ لا ده ثواني بيتهيألي، لان الموضوع مكانه دافي لسه. السرير ده نور حاجه. نمره واحد، سبع سماوات كذبه. ليه؟ لان الكتاب المقدس بيعلمنا ما فيش غير ثلاث سماوات، سماء الارض اللي بتطير فيها الطياره وبيطير فيها الحمام والبح والوز، واخد حضرتك انت؟ السماء الثانيه سماء النجوم، السماء الثالثه اللي موجود فيها الرب يسوع المسيح اللي بيعرفنا الكتاب المقدس انه ذهب اليها يوحنا، اللي وصل اليها برضه بولس، وحتى بولس ما كانش عارف اذا كان صعد بالجسد ام بالروح. ثلاث سماوات. جاب محمد سبعه منين؟ الله اعلم. طيب المسافه ما بين الارض والسماء ارقام خاليه صدقني. في القران يقول لك ايه؟ الملائكه تعرج من السماء الارض في يوم مقداره 1000 عام. الملائكة تطلع من السماء الأرض 1000 سنة، وآية تانية 50,000 سنة. عملها محمد بالبراق السريع دوة في قد إيه؟ في خمس دقايق. وهكذا يعني طبعا. هل في حد شاف الآية؟ ما حدش شافها. أنا هذا بيقودني سؤال تاني ليك أنت بقى. نعم. عن الموضوع ده نفسه. نعم. إحنا بنعرف أن كل معجزة حدثت في الكتاب المقدس كانت لسبب بناء شيء معين بوزيتيف إيجابي. يعني لما يفتح الأعمى ربنا رد له البصل، بصره الجسدي وعطاه له كمان بصيرة روحية. أمين. أنه يبصر الله. لما بيقوم الموتى الله بيتمجد أنه هو إله الحياة وإله الأمل وإله الإرشاد. لما المعجزة الأبرص أن المنبوذ المطروح خارج المدينة ويرموا له الأكل زي الكلب، وبعدين الرب يلمسه فيصبح جلده زي جلد الطفل ويرجع يمجد الله والمجتمع يقبله مرة تانية، فكلها لها فوائد، مغزى عام ومغزى روحي. شو البقى المعجزة دي بقى اللي احنا بنتكلم اللي هو شردها؟ في نقطة قبل ما نتكلم عن المعجزة دي، المعجزة لما تحصل بيكون لها شهود. طيب يعني الناس بتشوفها. معلش بس خدني على كلامي دلوقتي. ماشي. انا بس عايز اصل ما هو الهدف الإيجابي الروحي الذي استفدناه من هذه من البراق من هذه القصة. أيوة من هذه القصة. أيوة. أنا أشك. أوكي. ولأني ما معيش دبابيس بس أنا أشك يعني. أنا أشك. أولاً أنا بشك في محمد نبي. وأشك في جبريل ملاك، وأشك في إله محمد إله. ومحمد كان بيخترع هذه القصص الغريبة المتناقضة اللي ما لهاش منطق في التسلسل ولا في الأحداث ولا في الحكايات ولا في الزمن ولا في المسافات ولا في اختراق الحواجز اللي ما بين السماوات والأرض. راجل بيتكلم بمزاجه. النهاردة لو جسم لو جسم حب يخترق الغلاف الجوي بيحترق. لا طبعا. فده راجل بتاع البدو ده اللي قاعد في خيمة قاعد بيسرح بالناس حبيبي. قاعد بيسرح بالناس، وللأسف مسلم القرن الحادي والعشرون المتمسكين بالإسلام هذا الخيال دخل دماغهم. هذا الخيال اللي ضد العقل وضد المنطق وضد الدين وضد العلم وضد كل حاجة. فهقول لك ايه استفاد ايه؟ يعني ما تقدرش تديني شيء للمنفعة يا حبيبي. هو ما فيش منفعة مين. هو عايز منفعته الوحيدة الشخصية انه يكون نبي. طب لا انا بحب اضرب حضرتك مصدر القصه الحقيقيه. طيب مصدر القصه الحقيقيه بنعرف في سفر التكوين اصحاح 18. طيب الزوار اللي راحوا يزوروا ابراهيم الرب وملكين وفي عدد 23
لما الرب أي قال اصحاح اصحاح 18 سفر التكوين طيب. اصحاح 18 وعدد 23 لما الرب قال لابراهيم يا ابراهيم انا مش هخبى عليك سدوم وعموره بتحكي عن الحوار اللي هو بتاع ال 50 ل فالحقيقه انا مش هخبى عليك انا هحرق سدوم وعموره أيه. ابراهيم بيتوسل الى الله يقول له بيقول لي بقى في عدد 23 فتقدم ابراهيم وقال افتهلك البار مع الاسين عسى ان يكون 50 بارا في المدينه افتهلك المكان ولا تصفح عنه من اجل 50 بار الذين فيه حاشا لك ان تفعل مثل هذا الامر أن تميت البار مع الأسيم فكون البار كالأسيم حاش لك أديان كل الأرض لا يصنع عدلا فقال الرب إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم فأجاب إبراهيم وقال إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد ربما نقص 50 بارا 5 أفتهلك كل المدينة بالخمسة فقال لا أهلك إن وجدت هناك 45 فعاد كلمه أيضا وهكذا قصة محمد الإسراء والمعراج سمعها من بعض اليهود عن إبراهيم في حواره مع الله بالنسبة لعدد الناس اللي كان بيعتقد إبراهيم ربما وعسى يكون في 50 بار يمكن 45 يمكن 40 يمكن 35 والقصة يعني حلوت في ذهن محمد يصعد للسماء ويتكلم مع الله السؤال. ويقول له 50 صلوة وينزل 5 5 5 حد مرجع سؤال يا عمنا قول يا عم هل يقدر الله ينزل الأرض زي ما حصل كده في القصة بتاعت إبراهيم أكيد طبعا هل يقدر محمد يكون يطلع السماء عند الله ويقبل الله مش ممكن إن موسى النبي على سبيل المثال حاول قال له أنا عايز أشوفك قال اللي تشوفني تموت لأن الخطية اللي فيك هل كان محمد ده مش بس كده قال له اللي يقرب على الجمل اللي أنا بتكلم فيه معك يصعب يموت في الحال لكن لما بنقرأ القرآن بنلاقي إن محمد كان خاطئ والله يقول له 3 مرات في القرآن استغفر لذنبك وللمؤمنين وأحيانا بعض المسلمين لك دي خطيته قبل الدعوة قبل النبوة لا ما تقدم وما تأخر من ذنبك يعني خطيتك اللي فاتت وخطيتك اللي جاية في السكة فإنسان بخطيئة لا يمكن أن يقف أمام الله لما حسب القصة الملاك جبريل ما قدرش يخش السماء السبعة أم محمد يخش السماء السبعة ليه والآية بتاعت التحريم بتاعت الآية الواحد في التحريم الواحد تحريم أي طيب أخذ بعض المكالمات عشان بس نتكلم برضه في حتة دي بالمرة ونخلص منها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ده كان قبل النبوة ولا بعد النبوة ده بعدها طبعا يعني بيعمل حاجة عكس اللي كان الله عايزه الله بيحلل له الخدامة وهو بيحرمها هو بيحرمها هو كان عايز يرضي زوجته أو العسل هو كان عايز يرضي زوجته بس كانت الخدامة ولا العسل هو كان بيعمل حاجة ربنا محلل كان بيرفض يعمل حاجة ربنا يحللها عشان اتفضل خش على المكالمات أخش على المكالمات معايا الأخ سليم موجود ألو تسمعني مساء الخير سليم أيوة سامي أيوة سامعك تفضل شكرا الله يا ربي يبارككم جميعا شكرا ربي يبارك عندي مداخلة أيوة عندي مداخلة بسيطة في مسألة الإسراء والمعراج الإسراء أيوة بالنسبة للإسراء والمعراج هناك فيه مصادر تقول بأن خصوصا بالنسبة لزرادشت بأنه هو كذلك في ديانات أخرى إسرائيل والمعراج وبأنه كذلك يعني التقى به ملاك وراح للسماوات وكذا يعني فيه يعني لو رجعتم إلى لو قلنا الديانة الزرادشتية حتجدوا يعني هذه المقولة بأنه راح وكذلك للسماء نعم بالنسبة للنقطة الثانية وهنا أعتقد بأن الزرادشتية كانت معروفة وكان فيه حتى بالنسبة للمانوية يعني كان تأثير لا بالنسبة للزرادشتية ولا للمانوية تأثير يعني على الثقافة العربية يعني في تلك الفترة بالنسبة للنقطة الثانية هذا سؤال بسيط هو أنه كان عندي ابني وأنا من خلفية بالضبط إسلامية كان ابني وكنا بنناقش هذه المسائل الإسراء والمعراج وفي يوم من الأيام وكنا وقت اللي كنا نناقش فيه مسألة الإسراء والمعراج وكيف راح الرسول إلى السماوات السبع وحكم على الأنبياء وحكم على مع الله ابني شار لي المسألة بسيطة قال لي يعني كيف محمد اللي راح للسماوات وشاف العجائب ليه ما حكاش لنا عن كيف يعني الفلك وعمل يعني كيف الشمس يعني ومحضر الله والأشياء دي كلها
كيف يعني ما شافش النجوم وما حكاش لنا على الشكل الارض وشكل السماء والمريخ والزحل هذه العجائب اللي هي يعني لو كنا عرفناها كنا حنكون يعني اول من قال بهذه المسائل. فبالنسبه لمساله مضحكه جدا ان حتى اسرار الفضاء يعني المسلمين احنا يعني عندنا يعني المسلمين عندهم جهل كبير عليها يعني ما سبق يعني في هذه المساله. فهذه مداخلة بسيطة يعني لكي تتضح الأمور بأنه ما فيه لا إسراء ولا معراج، هو مجرد إنسان يعني خلق هذه المسألة عشان يعني يثبت بأنه نبي. أيوه. والمشكلة الطامة الكبرى أن ما فيه شهود، فالمسألة يعني مهزلة. أنا بأيد كلامك. أشكرك يا أخ سليم. عايز أثار شيء سليم بس فكرني في حاجة. فعلا كلام ابن سليم، كلام طفل سليم، كلام سليم. طيب خلاص سليم كلامه سليم. ليه بقى؟ لأن لو كان محمد طلع بره الغلاف الجوي كان اكتشف أن الأرض كروية، وما كانش علينا أن الشمس بتغرب في بئر حامئة. أيوه. وما كانش علينا أنه لما راح اسكندر لقى في ناس عند البئر. الحقيقه انا الاجابه يمكن وما كانش برضه قال لنا استنى يا عم تغوت انا كتبت يعني وما كانش قال لنا انه القمر انشق. هو كان فاكر القمر ده عباره عن ايه؟ مثلا بطيخه قرص بيض فيتقسم نصين، ده حتى قرص بيض ما ينفعش يلمه هيسيح ويخر. فهو كان فاكر ايه؟ مثلا رغيف عيش مدور كده يقسمه ويرجعه تاني، ما تفهمش انا اللي حصل. ففعلا كلام ابنك يا استاذ سليم في السليم. بس لفت انتباهي لنقطه يعني جابها، يعني اللي يشوف محضر الله ما يقدرش يقعد ساكت ما يوصفش. وفي عندنا امثله من جلال الله ومهابه يعني الله يا حبيبي. وصف الحريات ووصف الجنه. انا بتكلم على الله بعدها الحريات. لا ما برضه ما بتاعه. انا بس يعني لما بيقول لي ان هو راح قبل الله. اي ما شاف يعني يعني انا دلوقتي قاعد بيجي لي جوس بامس لما بيقول لي شاف الله. يعني ده ايه ده يعني البهاء والجبروت والجلال والقداسه هو شاف الانهار الخمر وانهار طيب. اللبن وانهار يبقى شاف شيء ثاني بقى. طيب دي جنه ثانيه. على فكره لما بنقرا في سفر اشعياء اصحاح 6 ونلاقي اشعياء لما مر في نفسي هذه الفكره بيقول الكتاب المقدس فقلت ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس شفتيني وأنا ساكن بين الشعب نجس شفتيني لأن عيني قد رأت الملك الرب الجنود. خلاص افتكر انتهى بقى مات لأنه إنسان. لا ده نبي حقيقي ينظف. ده نبي أشعياء حقيقي طاهر ما هواش بأخلاق محمد ولا خلاص بقى انتهيت. ويل إني هلكت لأني نجس شفتين. ولعشان كده طبعا الرب بعت لي الملاك بجمره النار ولما شفتيه وطهره. ما ده اللي انا عايز اقصده. مين بقى اللي يقف محضر الله؟ عشان كده الصليب موجود اللي هو بيصالح الاثنين من خلال الدم بيطهر الانسان عشان يقدر يقابل الله. من غير كده مش هيقدر يدخل مقدس الاقداس على الاطلاق. ممكن مش ممكن ابدا. طيب العموم عندي مكالمه ثانيه. الاخ يوسف مساء الخير. يوسف ثاني انه بالنسبه للبراق ايوه وجه امراه اوكي نقطه. طب مش حيوان يعمل البراق اصبح امراه كمان. انه صلوا في هيكل سليمان، اتصور هيكل سليمان ما كان في سنه 70 ميلاديه. نعم انتهى هيكل سليمان، فكيف يصلي في هيكل غير موجود؟ ده يا عم يا عم يا عم ده بيقول لك ربطه في البارك يا عم في البارك بتاع كان البارك بتاع الحيوانات كلها يابا. كان البارك بتاع حيوانات الانبياء يا حبيبي. هو كان فاخذ البراق ربطه هناك في الباركن، عمل باركن للبراق بتاعه ربطه في السلسله يابا. وبعدين يابا خلي بالك الهيكل سليمان زي ما انت قلت كانت هدي سنه 70 ميلاديه، ما كانش لا كان في هيكل سليمان ولا كان في ينفع يم الانبياء ولا كل الكلام ده كله. بس مشيها يابا عرفهم ان ما حد راح ولا شاف. ما كل حكاياته يا حبيبي من اولها لاخرها كلها خيال في خيال يابا. عديها عشان خاطر لما سأل أبو بكر الصديق أيضا أبو شرح له شون هيكل سليمان لهذا سبب سميه الصديق. أيضا شاف إبراهيم بس صاير شايب ودا يمشي على شاقون
وهذا بالجنة ماكو كبيرة وصغيرة موجودة بيها. كذلك إذا اللي يروح للسماء ويرجع بهالسرعة هاي يكون كان تحول إلى طاقة. فكيف شاف جماعة رعاة كان ضيعوا شيء ماله بصيح بيه قال ترى فلان مالكم الخروف الضايع عيانه فلان مكان. هاي إذا تقرأها الإسراء والمعراج موجودة. وهسه أنا أعلق على كلام قاله الأخ أنه داقرة كتاب سيرة السيد المرسلين. محمد كان يخلي جميع المكانات اللي يروح عيون حتى ينقلوا له الأخبار، وهذا موجود بكتاب سيد المرسلين الكاتب جعفر السبحاني جزئين. دا يذكر أنه دائما محمد قبل من يسوي هجوم لأي مكان كان عنده عيون تنظر في ذيك القرية، أو عنده عيون قبل من يروح لأي معركة أو أي غزوة. هذا الموجود بالشيء اللي أنا أريد أقوله أنه محمد ابتدى النبوة ماتوا على شكل سري، وحسب دراستي لمدة 30 سنة هالموضوع هذا ثبت عندي شيء واحد، أنه محمد استغل الناس اللي كانوا مديونين اللي كانوا عبيد اللي كانوا ما عندهم أي شيء للأكل، استغلهم واستغل بهم الأغنياء، يعني المستغل صار مستغل. فالغني بدأ يخاف من العبد أو يخاف من المديون، بل لا تأذيني حتى أنا ما أريد ديون مالتي. القضية كذا تصير من مستغل إلى مستغل تصير. على فكرة القصة شاكر جدا القصة دي يا أخي حسام، اسمه الأخ حسام؟ اسمه الأخ سام يوسف. سام يوسف يوسف يوسف. يوسف كان يوسف سوري كان يوسف. أخي يوسف القصة دي على فكرة بتفكرني أنا لما بعض أتعمل كده في تاريخ الإسلام كله من أوله لآخره، وأخبر حضرتك لما بتأمل في التاريخ الأحداث المسلمين والجماعات الإسلامية وال يعني آخر مسلسل نزل في مصر كان بيتعرض في رمضان اللي فات، آخر مسلسل كان بتاع حسن البنا، وانا بتفرج على مسلسل بتاع الجماعه بتاع الاخوان المسلمين وانا بتفرج على مسلسل بتاع حسن البنا تهيألي ان قدام مني سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تتامل مثلا اسامه بن لادن تتهيألك كده ان قدام منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تتامل مثلا الغزوات اللي عملوها الصحابة بعد موت رسول الله والفتوحات اللي عملوها وسفك الدماء في كل حتة في الدنيا، يتهيأ لك انك انت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بصراحة انا ما شفتش في حياتي رسول نضح بشخصيته العطرة على اتباعه لغاية القرن الحادي والعشرون زي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء. طيب خاتم الانبياء تفضل. ابن المسيح مساء الخير. ابن المسيح مساء الخير. أهلا وسهلا. لي بعض نقط صغيرين عايز أتكلم فيهم بس بسرعة عشان المكالمات الثانية لو سمحت. أول شيء بالنسبة شعب إسرائيل لما كان بين البحر الأحمر وبين مركبات فرعون، أيوة، الرب استخدم موسى إنه شق البحر، فانشقاق البحر كان ليه واقعة لتعدية وضمان وأمان لشعبه. فبس البحر انشق، وإذا كان فيه رايش من الماء كان بينزل تحت، إنما لما ينشق قمر هتنزل حاجات من فوق تنزل على ناس. ما فيش حد شكى لما انشق البحر القمر ونزلت عليه حاجات. الإسلام عبارة عن كل الحاجات اللي فيه ما إلا هي مصالجي، اللي بيتكلم على البراق وطلع السماء ده بياخدها من قصة بولس الرسول في السماء في الروح أو في الجسد. كل اللي بياخده محمد بياخده من حاجات ويألف من عنده، قصة البرص اللي كان بينفخ على إبراهيم واخدها من الثلاث فتية اللي فاتون النار وقيس على ذلك. بس بالنسبة للكذب والحياة الأنبياء الكذبة، في الملوك الأول الإصحاح الثالث عشر قصة نبي ربنا بعته يقول نبوة مخصوصة
ويتكلم على النبي على الملك جهارا. الملك يده يبست فطلب وتذلل الى النبي. الرب قال للنبي لا تاكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع من الطريق التي ذهبت فيها. ده موجوده في ملوك الاول الاصحاح الثالث عشر. فالنبي الحقيقي ارسل النبوه وصلى الى الرب فرجعت يده بعد ما يبست رجعت صحيحه تاني. قابلوا النبي الشيخ بس ما كانش نبي بقى، كان نبي كذاب. كذاب ايوه. لما كسر كلام النبي الحقيقي كسر كلام الرب مات على طول. أكيد. كان ممكن ياكله الاسد. فهنا بيبين للكتاب المقدس المنزع عن الكذب والتحريف والضلال في الملوك الاول الاصحاح 13 بيان كامل النبي الكذاب ايه. فمحمد ما الا هو نبي نبي في الكذب وفي التضليل ومحور كل أسامي أو غالبية أسامي أنبياء العهد القديم والنساء الفاضلات بتوع العهد الجديد العهد القديم. فيعني اللي بقوله لأخوات المسلمين يحطوا الكتاب المقدس لا يقبل الرب يسوع لا يقارن بمحمد أولا، يقارن بنبي كذاب زي النبي اللي ضحك على النبي الحقيقي. مين بس لحظه هو اتكلم عن ملوك لا انا عارف انت لحظه بس مداخله لكلامك. انت بتقول الرب يسوع ما يتقارنش بمحمد لكن يتقارن بنبي كذاب، انت تقصد محمد. محمد نقارنه بالنبي لا يقارن كذاب. الا بنبي كذاب عشان ده الحقيقي. ايوه عشان بس تبقى الدنيا ماشيه معاك صح. اتفضل. ايوه. فالحته دي مكشوفه يعني عندنا ادله قاطعه وتثبت ان ده الرب لما قال سياتي بعد انبياء كذبه. محمد جاي بعد الرب يسوع. وللاسف احنا ما نسماش حتى اسمنا احنا مسيحيين، نتبع مسيح ونحن لسنا نصارى. بل احنا هم لما المسيح دعي معصريا نون الف، انما نصراني نون صاد. نصراني دي تنسب الى ناس كانوا بيحاربوا المسيحيه في السعوديه العربيه حتى الاسلام. يندهلي انا نصراني عايز اضيع هويتي. لما يجي كان زمان في مصر او في البلاد العربيه يهنئني بعيد القيامه ما يقوليش كل سنة وانت طيب بعيد القيامة، يقول لي كل سنة وانت طيب بعيد الفصح. فحتى عيد القيامة مغيرينه عشان لا يؤمنوا بالصليب. فمدامت ما يؤمنوش بالصليب لا يؤمنوا بالصلب وبقيامة الرب المخلص. فكل حاجتهم يعني عبارة عن سلطة كذابة مش سلطة حقيقية حتى. فأنا بقى أطلب في محبة المسيح أنهم يبصروا خلاص نفوسهم، سواء شيوخ سواء إخوة وأخوات مسلمين. ما فيش رحمة في يا إما حياة أبدية سعيدة يا إما حياة أبدية تعيسة. وده كل اللي أقدر أقوله. شكرا. ورب يبارككم. شكرا. يستخدم. شكرا جزيلا. شكرا. عظيم دخلت يعني عشان ما اطلش على الاخوه اللي مصدرين. شكرا لك. الرب يبارك. اخذ مكالمه من الاخ سعيد. سعيد مساء الخير. الو تفضل. مرحبا عزيزي. اهلا وسهلا فيك. انا ابارك لكم هذه القناه المباركه ان شاء الله ببركه المسيح. شكرا. امين. اخي عزيزي انا مسلم. تفضل. انا وسهلا. وأرجو أن تستقبلون الكلام بروح مسيحية كما علمنا سيدي وسيدكم المسيح. آمين. الكلام لو يكون باحترام بمجادلة، مجادلة كلام محترم ونقاش رائع يعني حتى نوصل إلى نتيجة. مباهلة جميلة نصل إلى نتيجة. إما أعترف بدينك مع أنه أنا معترف بدينك أنا المسيحي
وأنا اليهودي وأنا الحنفي من دين إبراهيم وداود وإلى آخر الأنبياء، أنا أجمع الديانات كلها مع أنه أنتم لا تجمعون الديانات. فالمسألة واحدة يعني إحنا لو اتفقنا بأن القرآن هو صحيح فيعني لا داعي للجدال ما بعد ذلك، والدلائل على صحة القرآن كثيرة، ولكن المشكلة بأن القرآن مثل ما هو الإنجيل ذوي أوجه، يعني تفاسير له تفاسير عدة، وهذا كلام الله، مثل ما هو الإنجيل كلام الله، لا يفهم ما يفهم كل شيء في الإنجيل شخص مثل عقلي وشخص مثل مع كل احترامي مثل عقلكم. المفروض مثلا هناك حجة على الأرض مثل المسيح أو مثل أنبياءنا، أنبياءنا كلهم المفروض هنالك حجج على الأرض حتى يبينون للناس كلام الله، لأن كلام الله كلام صعب وكلام فيه أعماق، فإحنا لو نفهم هذه الأعماق كلها حتى نوصل إلى نتيجة. الدلائل على صحة القرآن أخ سعيد. هو قوة عزيزي ابن المسيح أخذ تقريبا ربع ساعة أنا أحسب الوقت، فلو تعطيني خمس دقائق أنا أكون أنا بس عايز أسألك سؤال المسيح. بدي أسألك سؤال وأنت بتحكي، هل أنت بتؤمن كل الديانات هذه كلها موضوعة في بوتقة واحدة وكلها تؤدي إلى الله؟ هل ده إيمانك؟ أؤمن بموسى كرسول نبي ويقرب وحبه يقرب إلى الله، وأنا أؤمن بأن المسيح حبه يقرب إلى الله. طيب. ويدخل الجنة وبغضه يدخل النار. أنا أؤمن بأن والمسلمين كلهم، ولكن احتمال بعض المسلمين يصير عنده نفرز من يسمع اللهجة مالت القناة، ولكن يعني اعذروهم أرجوكم. طيب. ولكن هو حب المسيح يدخل الجنة وبغضه يدخل النار. طيب خلصت؟ عندك أي شيء ثاني ولا خلص؟ أنا أقول بأن القرآن هو يعني لو تأخذ الإعجاز العددي في القرآن ترى بأن مثلا كلمة الدنيا مذكورة في القرآن 88 مرة، وكلمة الآخرة مذكورة 88 مرة، مثلا كلمة الملائكة مذكورة 42 مرة، وكلمة الجن مذكورة 42 مرة، مثلا هذا التوازن، هذا التوازن مو توازن واحد عقل أمي أو عقل جاهلي أو عقل من 1400 سنة، عندما يذكر القرآن بأن هنالك آية في القرآن تقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. عزيزي العرجون القديم هو سقف النخلة الذي من بعد ستة أشهر يموت، هذا سقف النخلة الذي يتبدل من الأخضر إلى الأصفر، ها كالعرجون القديم، يعني يمثل القمر بأنه ليس فيه حياة. أخ سعيد ناس اسمعني عزيزي، لا أنا كده تحكي لي يا كل هذا، ما هو المغزى الروحي الذي يعطي الإنسان ثباتا في إيمانه؟ أنا ممكن أقول لك أن الكتاب المقدس عنده 365 مرة بيقول لا تخف، ممكن أقول لك كم مرة ذكرت كلمة محبة، يعني أشياء طبيعية ممكن تبحثها وتدرسها وتجد لها نتائج. كمان عايز أضيف حاجة مهمة جدا أخ سعيد. يا أخ سعيد أنت شخص يبدو أنك فعلا أخ طيب وحلو والرب يباركك، لكن لازم تعرف إن لو المسيحية على حق الإسلام 100% خطأ، ولو محمد على حق المسيحية 100% خطأ، نمرة واحد. نمرة اثنين، فالاثنين مش صح، أنت لازم تدرس الاثنين وتعرف الاثنين عشان تطلع. ما فيش حاجة اسمها كل أديان صح. أولا نحن كمؤمنين كمسيحيين لا نؤمن إن موسى دين والمسيحية دين، موسى نبوة والمسيحية تحقيق تلك النبوة، واخد حضرتك دي حاجة. الإعجاز في القرآن، أنت بتؤمن إن قال في 42 مرة ذكر الجن ولا يوجد الجن، معناها ده مش اعجاز، ده معناها كذب. اعجاز في القران ان ذكر ان الارض مش عارف ايه، طب القران بيقول الارض مستويه مع ان الارض طلعت مش مستويه، طلعت قرويه،
يبقى معنى كده في اجيال سفر الجامع ذكر جالس على كرة الارض جالس على كرة الارض. الكلام ده كتبه أشعياء 700 سنة قبل ما يجي المسيح، يعني حوالي من 2700 سنة، والكلام على حق. فما فيش اعجاز. لو انا بعلن ليك يا اخ سعيد معلومات حقيقية، هذا لا يثبت، لا يثبت اطلاق ان النبي. انت عارف ان الشيطان يعرف كل شيء عن كل الحقائق اللي ممكن اي انسان يحصل عليها. الشيطان وهو ذلك الملاك الساقط يعرف ان كل ما تتحدث عنه في اي امور حياة بعمق اكثر مما انا وانت نعرف. يعني الشيطان ممكن يقول لك في عدد ايه انواع الاسماك اللي في المية، وايه انواع النجوم اللي في الهواء، وايه انواع الحيوانات على الارض، وايه انواع، ويموت ويعيش قد ايه. يعني مجرد ذكر معلومات ده مش دليل على نبوة ولا دليل على إعجاز. المرأة اللي بيكون عليها أرواح نجسة اللي بتقرأ حضرتك الكاف، عرف العرافة دي، هل العرافة دي نبية؟ لا. وتروح للعرافة وتقول لك هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، كلام معروف عندها بالشياطين للمستقبل. يعني هديك مثل بسيط، أنت معجب بواحدة والعرافة يعني شياطين اللي جواها عرفت منك انك انت معجب بالوحدة دي، الوحدة دي تتصل بالعرافة $20 في الخمس دقايق، والعرافة تقول لها ده في واحد شاب ممتاز حلو جدا اسمه سعيد، طوله قد كده وعرضه قد كده وشاب محترم وشاب ممتاز، هيطلب منك عشان يطلب ايدك قولي اه. وتيجي الوحدة دي مش بالصوت بقى، انت قلت ببقك والشياطين عرفت وقالت للعرافة. تيجي الاخت بقى تتصل بالعرافة وتقول لها، وتيجي سعيد يخبط على الباب واسمك ايه؟ اسم سعيد. الله، يبقى اكيد دي بقى عرافة دي من عند الله بقى وعندها معلومات. لا يا حبيبي، لا صديقي، ادرس قرآنك هتعرف عدد الاخطاء الفظيعة التي لا يمكن ان يحصل عدد. يعني القصة في التوراة موسى بتقول ان نوح عنده 3 اولاد والثلاث بنات، ونوح وزوجته 8 افراد غرقوا، ما غرقوش العالم كله غرق ما عدا هم الثمانيه دول اللي انقذوا من الفيضان. نروح في القران قصه نوح بتقول ايه؟ عنده ولد والولد غرق، والشعب الناس امنت بيه اللي هم الناس البسط الغلابه الوحشين اللي هم مش نضاف، والناس النضاف بتوع البلد قال لا احنا ما نؤمنش بيك، طلع الزباله اللي عندك من الفلك، الناس الوحشين اللي هم، واحنا نؤمن بيك. يقول لهم نوح ما اقدرش، معقول؟ طب لو اشتكوني لربنا اقول لهم ايه؟ اقول لربنا ايه لو شكوني؟ يعني اقرا قصه نوح يا حبيبي في القران، واقرا قصه نوح في الكتاب المقدس. وعلى فكره الاف المخطوطات على سبيل المثال، مخطوطه البحر الميت اللي بترجع لايام الرب يسوع المسيح، يعني 600 سنه قبل ما يتولد محمد، بتقول 3 حام سام يافس و3 ازواجهم. يعني هل كل الكتب المقدسه صح؟ لا. ليه؟ القرآن بيقول كلام عكس الكتاب المقدس بالرغم من كل المخطوطات الموجودة في الكتاب المقدس اللي كلها بتتفق، حام سام يافس وثلاث زوجات 8، مش زي ما بيقول القرآن. فمش ممكن يكون القرآن صح. لو القرآن صح ارمي موسى والتوراة في صحيفة الزبالة، وارمي كتاب المقدس كله في الزبالة. لو المسيحية صح محمد ده كذاب. أي تعليق آخر؟ أنا عندي شوية على الأخ سعيد. أستاذ سعيد سعيد آخر واحد. أيوه هو الأخ سعيد. آخر واحد أستاذ سعيد. أستاذ سعيد. لحظة أستاذ سعيد، عشان إحنا أنت قلت حاجات كتيرة يا أخي العزيز، وإحنا لازم أولاً أنت أخي في الله. حلو الكلام؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا بحترم قوي إنك أنت عندك القدرة إنك تستوعب كل الديانات رغم تناقضاتها. ثلاثة، أنت يبدو من الجماعة اللي بيدوروا على الإعجاز العددي في القرآن. أربعة، في القرآن إعجازات كتير قوي بس مش وقتها، يمكن أشاور بكده على خفيف. خمسة، القرآن بيقول وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه له، والإنجيل الخبر السار بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إزاي يا سعيد يا راجل يا حلو، إزاي بتوفق ما بين كتاب بيقول لك انه الله مكار والقى بشبه عيسى على 13 14 15 16 واحد عيسى، ها، وخدوا واحد من الهيصه دي كلها وحطوه مكان المسيح على الصليب، وفي نفس الوقت تؤمن بكتاب برضه بيقول ان المسيح بيحبك وبتقول من عاد المسيح دخل الجنه؟ طب ما انت كده داخل جهنم يا ابني، لو بتؤمن بالقران وتعليم القران انت داخل جهنم. واني اخي العزيز سعيد احبك من قلبي وبوصل لك رساله المسيح، بقول لك اهرب من محمد ومن قرآن محمد ومن تعليم محمد ومن إله محمد ومن جبريل محمد ومن لوح محمد.
مش هينفع يا سعيد انك تكون سعيد وانت بتوفق ما بين تعاليم شيطانيه بتعلن ان الله بيكرهك وعليك انك انت توفي باعمالك وعمرها ما تكون صالحه. حق الله الغير محدود، اعمالك المحدوده الفاسده لا يمكن ان تفي حق الله الغير محدود القدوس. ازاي انت تمشي ورا كلام القران اللي بيقول لك الكلام ده، انك انت باعمالك الحسنات يذهبن السيئات والحسنه بعشره امثالها، ازاي هذا الكلام يخلصك؟ انت عايش في خداع يا اخي العزيز، بينما المسيحيه بتقول لك انه الله بيحبك. ازاي توفق بين الاثنين؟ ده كلام حبيب قلبي ما ينفعش. اهرب من هذا الخداع ما تخدعش. سيبك من الارقام 88 و44 و22 و55 وبتاع، هيفيدنا في ايه؟ هيخلصني الكلام ده؟ لما اؤمن ان بالارقام هتخلصني الارقام؟ حبيب قلبي انا وانت في ضياع، ما كناش نؤمن بعمل الله اللي اعلنه في شخص ربنا يسوع المسيح اللي مش شبه، اللي هو بالحق فعلا مات من اجلي ومن اجلك. فازاي توفق الاديان ببعض؟ ازاي تعمل هذا الكوكتيل من الاديان وتحترم الانبياء؟ اي انبياء اللي بتحترمهم؟ ما ينفعش يا صاحبي. الانبياء دول تنبؤوا عن، زي ما قال اسامه، تنبؤوا عن مجيء المخلص، والانجيل اعلن لنا الخبر الصار، مجيء المخلص، موت المخلص، حياه المخلص، قيامه المخلص من بين الاموات. وتيجي تؤمن بكلام محمد اللي بينفي هذا الكلام؟ ما ينفعش يا صاحبي. حياك الله يا اخي. طيب هاني مساء الخير. هاني مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا وسهلا، تفضل. اولا انا اول مره اشارك في قناه الاراميه ولي الشرف ان انا اشارك، وبشكر مقدم البرنامج والاستاذ وحيد والاستاذ اسامه، يعني ربنا يتمجد فيك ان شاء الله. شكرا. امين. انا كنت عاوز الاخ المسلم الاشتراك اللي بيقول لك انا بحب كل الانبياء وكل حب الانبياء هيدخلنا الجنه، والقران ده من عند الله. طب انا عاوز اقول له يعني ده، يعني انا اسف، طب عندهم في السنه 114 سوره، وعند الشيعه 115، نصدق مين فيهم ومين الصح؟ بيقول لك الله خلق الله ادم وحواء. امسك يا استاذ وحيد او يا ساده يا فاضل يا استاذ محب اسف، امسك القران من اول سوره الفاتحه لغايه الاخر ما فيش لفظ حواء. جابوا حواء منين؟ انا عاوز افهم. الاسماء دي يا حبيب قلبي جابوها من الاسرائيليات. ما طب الاسرائيليات بقت حلوه دلوقتي؟ اما حلوه لما يا حبيب قلبي، ده انت عندك 90% من اقوال المفسرين يابا باخدينها من الاسرائيليات عشان يقدروا يفسروا الكلام المعجز بتاع القران. لا انا عاوز يطلع عالم دلوقتي، عالم جليل من العلوم الساده العلماء، يقول لك احنا جبنا حواء منين؟ هي بس حواء. يا اخي هاني، هي بس حواء. انا اسف يا استاذ محب، انا عاوز اقول يعني من صدق مين فيهم، 114 ولا 115؟ لا هم 116، هي سوره الولايه وسوره النورين وفي سبع صور ثانيه مش عارفين جم منين. وشكرا ليكم. ولا اهلا وسهلا، اهلا جدا بالمشاركه بتاعتكم. الله يخليك يعني، ربي يبارك حبيبي. احنا البرنامج قارب على الانتهاء واحنا ما غطيناش يا دوب ثلاث اسئله ولا اربع نقاط من موضوعنا النهارده. فدلوقتي انا هديكم عندنا 10 دقائق فضل. انا هدي لك اربع دقائق وادي لك اربع دقائق تكتب الموضوع. فعلا احنا عايزين، كل هدفنا ان بكل اخلاص بكل وضوح عايزين نقول لهم يا جماعه دي رساله المسيح، ده المسيح اللي نتكلم عنه. احنا تكلمنا في الكفايه عن رسول الاسلام ونبي الاسلام، اي لقب عايز تحطه، بس انا دلوقتي عايز اختم حديثنا النهارده اربع دقائق عن رساله المسيح. أمين. للمشاهدين. اتفضل. هي انا هعملها مقارنه سريعه في الاول ما بين محمد وبين الرب يسوع المسيح. ما يحبوش الكلمه دي المقارنه. معلش معلش، عشان برضه المسلم اللي بيؤمن ان محمد نبي وعيسى النبي. لما بنقرا في سوره المائده والايه 33 ونقارن ما بين محمد في هذه السوره وبين الرب يسوع المسيح، بنلاقي ان محمد فقع عينين الانسان البصير، بينما الرب يسوع المسيح في انجيل لوقا صح 18 وعدد 35 ل 43 فتح عينين الاعمى. بنلاقي ان محمد يعني قطع رجلين الشباب اللي هم اللي كانوا ماشيين برجلين الاثنين، شلهم يعني قطع رجليهم.
بينما الرب يسوع في متى اصحاح 9 عدد 38 شفى المفلوج المفلوج وخلاه يمشي على رجليه الاثنين. بنلاقي ان محمد قطع يد نفس الشباب. هو قطع, هو عمل ايه على خلاف معناه رجله الشمال ايده اليمين, رجل اليمين قدر الشمال, ولا زال لهذه الايام ولا زال حتى اليوم المسلمين بيقطع الايادي لتعليم محمد. بينما الرب يسوع في انجيل متى اصحاح 12 عدد 10 13 شفى اليد اليابسه. محمد قتله لما طبعا الناس اللي هم في نار كمان في كل تعليم القران اللي ما دخلناش فيها قتله. بينما الرب يسوع المسيح اقام الموتى, اعطى الحياه, اعطى حياه. يا مسلم اللي بتؤمن بمحمد انه نبي ورسول والقران والمعجزات وكل الحاجات اللي انت متخيلها دي, هل انت سبق ليك انك قريت الكتاب المقدس؟ هل انت درست الكتاب المقدس؟ هل انت فهمت القران؟ انا عارف صدقوني كتير منكم اخوه المسلمين افاضل بتبذلوا مجهود رهيب انك تحفظوا القران, لكن للاسف ما انتوش فاهمين القران. لسه من اسبوعين كنت بخدم في كنيسه وجم ثلاثه شباب, واحد منهم امام يعني, وبعدين ومعاه واحد تاني, فالامام ده من باكستان, فبقول له انت فاهم القران؟ قال لي انا حافظ خمس ايات, خمس صور, خمس اجزاء, لا خمس اجزاء, لا هو حافظ خمس صور, خمس صور, هو لسه شاب صغير يعني, كم جزء ما انا مش عارف, ما اعرفش. فقلت له اي صوره حافظها؟ قال لي خمس صور. قلت له انت فاهمها؟ انت فاهم اللي انت حافظه؟ قال لي طبعا. طب يلا نحكي مع بعض بالعربي, هو من باكستان, صدقني ما عارف ازيك كيف حالك عامل ايه. بقول له ازيك كيف حالك عامل ايه, فهمت حاجه؟ قال لي انا ما بتكلم يعني مش قوي في العربي, بس هو حافظ خمس صور. طبعا الحفظ شيء يعني شيء. يا مسلم هل انت فاهم قرانك؟ فهمت شيء عن حياه محمدك, اخلاق محمدك؟ طب هي دي صفات النبي, خاتم الانبياء وخاتم المرسلين. بس خلي بالك انت غلطت في العربي. نعم, وانت بتقول الصور دلوقتي وانت بتقرا من شويه غلطت في التشكيل. معلش مش عارف. ما انت مش لو عارف. الحقيقه انا الرد بتاعها يا اخ محب السهل جدا. لو قريت للانسان اللي هو مش عارف عربي ده, لو قريت منه ايه اسلاميه هيصححها لك. بس اكيد لانه حافظها صح. بالظبط. فانا مظبوط. هو الموضوع مش موضوع حفظ, موضوع فهم. وعلى فكره كتير قوي يقول المسلم انت قريتها غلط, انت قريت. طب يا عمي فاتح قران وطلع بدل الكلمه 100, واختلف العلماء في القراءه. واختلف العلماء, يبقى العلماء اختلفوا في القراءه, ولما اسامه الغلبان يقراها بالفتحه مش بالكسره خربت الدنيا, خربت الدنيا. فنصلي ان معلش الحلقه النهارده ما غطيناش اللي عايزين نغطيه, ثلاث نقط من حوالي 35 نقطه ليكوا, عندنا 32 نقطه نعديهم المره الجايه ان شاء الله. طيب صلوا وربنا يبارككم, افتح الكتاب المقدس, اقرا الكتاب المقدس بسهوله شديده, وانت في البيت خش على الانترنت تكتب الكتاب المقدس بتفتحه وتقراه, واعرف الحق والحق يحرركم. امين. شكرا. انا في عجاله, ما اعرفش بقالي كام دقيقه من الاربعه اللي اخذهم مني اسامه. لا هدي لك اربعه. تدخل اربعه كمان. خد اربعه. في عجاله اقول اولا اذكر الساده المشاهدين مره اخرى ان احنا موجودين في القناه هنا عشان نشجعكم, عشان تدعموا القناه. ايوه, بصلاتكم وايضا بتقديماتكم. الحوار اللي انتم سامعينه النهارده ده ممكن يتكرر بس بالانجليزي, وده اللي القناه بتهدف اليه, انه يكون في قناه باللغه الانجليزيه. ده طبعا محتاج لدعم مادي. قناه ثانيه بكل ما فيها بقى متكلمين ومتحدثين واديتنج ومش عارف اجهزه وموظفين والى اخره, ما علينا, بس خليكم فاكرين, ما تنسوش الحكايه دي. الحاجه الاولى ميلاد المسيح. انا عايز المسلم اخويا المسلم, عندك ثلاث دقائق دلوقتي. ما انا عارف ثلاث دقائق اخويا المسلم, انا عايزك تعرف ان انا بنحبك. أمين. دي نمرة واحد. أمين. مفيش حد في العالم دي حتى ان كنا اتكلمنا باسلوب مش عاجبك وطريقه مش عاجباك, صدقني احنا مش بنكرهك, احنا بنحبك. نمرة واحد. انا شخصيا بعتبر كل الناس اللي بيشوفوني دلوقتي بيسمعوني اصدقائي, وانا ما اقعد مع اصدقائي ما بتكلمش بصراحه بالتنشن كده, لا بالعكس بتكلم وبهرج, دي طبيعتي في الكلام مع كل الناس. فانا عايزك تاخد كلامي, بكلمك من قلبي. الحاجه الاولى, وانت بتقرا في قرانك اتذكر ميلاد المسيح, هل كان زي باقي الناس ولا عشان يكمل الدايرة؟ آدم بدون رجل وامرأة, وحواء عشان من رجل من غير ست, ومسيح من ست من غير رجل. سيبك من الخرافة دي ومحاولة طمس معالم الحق اللي بدت تظهر فيك, انسى الموضوع ده خالص. مسيح ليه تولد ولادة عجيبة بالشكل, ليه تولد؟ اسأل نفسك المسيح, ميلاد المسيح عجيب ليه؟ حياة المسيح عجيبة ليه؟ كان غلاما زكيا ليه؟ زكيا ليه قدوس ليه؟ يعني ليه طاهر ليه؟
ليه لما الشيطان يجي ينخص في كل البشر ما عدا عيسى؟ ليه المسيح ما ماتش موتة طبيعية؟ ليه والمسيح هيجي تاني؟ ليه دون عن سائر الأنبياء؟ ليه؟ اسأل نفسك، ولما تحتار ما تلاقيش الإجابة في القرآن ارجع للكتاب المقدس. طلعونا شوية على علماء مسلمين قال لك الكتاب ده كتاب مقدس. أنا عايزك بقى سيبك هم قالوا يعني الكتاب المقدس مقدس يا عم ولا يهمك، بس ارجع واقرأ هذا الكتاب اللي هو أقوال الله الحية، فتكتشف ليه المسيح اتولد بالشكل ده، وليه المسيح عاش الحياة دي، وليه المسيح عمل المعجزات دي، وليه المسيح زي ما احنا بنؤمن مات، وليه المسيح قام، وليه المسيح هيرجع تاني. شكرا جزيلا. أمين. 30 ثانية ماشي. الأخ سام أنا حكيت معاه قبل برنامج وبيرحب بالفكرة دي. عندنا القرآن الأول الوحيد باللغة الإنجليزية ترجمة صحيحة، وبنحب نبعثه لكم. اتصلوا بنا بالقناة وبنحب نبعثه لكم. الأخ باسم والحقيقة أنا طلبت منه قلت له أنا عايز الناس اللي تاخذ الكتاب تبعت على أقل مبلغ $100، قال لي لا بس $25. ف يعني دي تكلفة اللي أي واحد بياخدها من المنظمة بتاعتنا. فالقناة مش عايز حاجة، لكن أنا عايزكم أنتوا تبعتوا كمان مبلغ للقناة عشان تساعدوا. عندنا كمان هنا 6 دي في دي بتروح من ساعة ونص لساعتين وعشرين دقيقة، حوالي 15 ساعة عن هل الكتاب المقدس محرف محمد أم المسيح يوم أفضل أو ما أعظم، هل القرآن محرف، حقائق عن الإسلام، المرأة في الإسلام، والرب يسوع المسيح حسب تعليم القرآن. 6 دي في دي مهمين جدا حوالي 15 ساعة هيعجبوكم جدا، ودي برضو المبلغ بتاعها $50. عايزكم كمان اللي هياخد اللي هيبعت كمان يبعت مبلغ عشان يساعد في الخدمة. فدول حاجتين مهمين جدا موجودين هنا في القناة، اتصلوا بالقناة بيكون سعداء جدا نبعته لكم. شكرا جزيلا أخ أسامة. شكرا جزيلا أخ محب، ربي يبارككم. أعزائي المشاهدين كنت أود أن يطول الوقت لأن حديثنا شيق، وفي لنا لقاء تاني على خلص في يوم الخميس إن شاء الله. لنا لقاء تاني ولكن الآن أترككم في رعاية القدير وتصبحون على خير.